هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا اللي هو كفر برانش، مهم جدا اللي بيتقدم للماركت وبيقوم في حياتنا الشخصيه كتيره جدا، الا وهي الديبت بانك. تمام كده، الصوت واضح يا جماعه؟ في البدايه هنتكلم عن البدايه، هندي نبذه مختصره عن الانتروداكشن بتاعه الانف في الدستور بتاعة الإضافة. بعد كده هنبدأ نتكلم عن بيت الألتر، هنعرف بيت الألتر ونقول الباكو فيسيولوجي أو الباكو جينيس بتاعة الألتر بتحصل إزاي، من العوامل اللي بتأثر عليها. بعد كده هنتكلم عن الفيشنز بتاعة الألتر، لما الألتر دي ما تبقاش عليك شديد في الفيشنز اللي ممكن تؤدي. هنتكلم عن كلينيكال برزنتيشن، ايه الساينز والسيمبلز اللي هي بتفسر لنا الالسر دي، بتفسرها او بتوضحها، بتفرق ما بينها وما بين الحاجات التانيه. وهنتكلم عن الدايجنوزس، ازاي بنعرف نعمل دايجنوزس للالسر. تمام، في النهايه هنتكلم عن التريتمنت، هنقول اللي هو الالجوريزم التريتمنت والديفرنت كلاسز، وفي الاخر نبذه مختصره عن الفارماكولوجي بتاعت كل سواء كان الميكانيزم الاكشن بتاعه او اليوزس بتاعته او الدراج انتر اكشن او السايد افكت بتاعت الدراج. بس اطلعها ولا في الاي ار سي شويه. اول حاجه الاناتومي بتاعت الاستومك. الاستومك زي ما احنا شايفين في الصوره بتتكون من 3 بارتس، الابر بارت اللي بنسميه الفاندس، والميدل بارت اللي هو الجزء الكبير اللي بالاحمر ده بنسميه البادي اوف ذا ستومك او الكوربس اوف ذا ستومك، والبارت اللي بنسميه الفايبرس او الانترن. اوكي، في تو فالفز، حاجه اسمها الكارديك سفنكتر، الفالف او السفنكتر. الفالف او السفنكتر ده بيبقى حاجه عامله زي الحنفيه كده اللي هي بتفتح وتقفل، لو حصل فيه كونتراكشن يبقى هو كده بيقفل، ولو حصل فيه ريلاكسيشن يبقى هو كده بيقفل. واللي بيبقى مسؤول عنه او اللي بيتحكم في الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاع الفالف ده يا اما السيماتيك او الباراسيماتيك نيرفوس سيستم. اوكي، اول حاجه او اول فالف عندنا اللي هو الكاردياك سبينكتر، وده بيبقى موجود زي ما احنا شايفين هنا، بيبقى من الكوبيبس وما بين الابر بار والذا سيستم. اوكي، تاني حاجه اللي هو المهم جدا هنا اللي هو الفايلوريك سبينكتر. طبعا احنا اكيد كتير سمعنا عن الهيلوريك سفنكتر ده، بنسمع عنه بنسمع عن في دراج كتير بتشتغل عليه اللي هي ممكن تعمل ريلاكسيشن وممكن تعمل كونتراكشن. المهم الهيلوريك سفنكتر ده هو اللي بيربط ما بين اللور بارت اوف ذا ستومك والديولينم. الديولينم دي هي الفيرست بارت اوف ذا سمول انتست. اوكي، يبقى الهيلوريك سفنكتر ده السفنكتر اللي هو بيربط ما بين اللور بارت اوف ذا ستومك هو الفايبرس او الانترن، وما بين الديجنم اللي هو الفيرست بارت اوف سمول انتستين. طيب الوظيفه بتاعته ايه؟ الوظيفه بتاعته اللي هو يفتح ويفتح عشان يسري مرور الجاستريك جويس من الاستومك للانتستين. طبعا زي ما احنا عارفين الاكل كله بيروح في الاستومك، اول ما بينزل الاكل بيبدا يحصل سكريشن من الاتش سي ال. تمام، والاتش سي ال اللي بيتشال يساعد في الدايجيشن بتاع، بيطلع طبعا معاه انزيمز ثانيه زي اللايبيز والبروتيز والبيبسينز والجاستريك انزيمز المختلفه. بعد ما بيحصل دايجيشن للفود بتبدا الحركه بتاع الاستومك، بتدفع الفود من الاستومك الى الديودينم او الفيرست بارت اوف سمول انتستين، ثم الى السمول انتستين في الكهول. في السمول انتستين بيبدا يحصل ابسوربشن للدراكس، وبيبدأ يحصل ابسوربشن كمان للفود اللي احنا بناكله. وليه السمول انتستين بيحصل فيها الابسوربشن؟ لان المساحه بتاعتها بتسمح لها ان هو يحصل فيها الابسوربشن، وهي بتتميز ان هي عندها اللارج سيرفيس اريا. اوكي، شوف كده واضح يا رجاله؟
هنتكلم دلوقتي عن الـ regulation of gastric acid secretion. ازاي الـ gastric acid او الـ HCl اللي موجود في الاستومك يطلع وايه اللي بيعمل له regulation، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. ايه موضوع الصفارة ده يا رجالة؟ حد يعرف دي سببها ايه؟ يبقى regulation of gastric acid secretion في ثلاث حاجات زي ما احنا صورة بتتحكم في السكريشن والبرودكشن بتاع ستريك اتش سي ال. اول حاجة اللي هي الاسيتايلكولين، وده بنسميها نيورونال افكت، تمام. احنا طبعا عارفين ان الاسيتايلكولين ده الميديتور بتاع الفرس النيرفس سيستم. تاني حاجة اللي هي الهيستامين، احنا عارفين طبعا الهيستامين. تالت حاجة اللي هو الجاستر. ازاي كل واحد بيتحكم في السكريشن فانكشن بتاع ال HCl؟ اول حاجة اللي هو الاسيتايلكولين. الاسيتايلكولين ده بيعمل بايندنج على ال N3 ريسبتور، ده نوع من الماسبرينيك ريسبتور اللي بيبقى موجود في الجاستريك بارايتال سيلز، الحتة اللي احنا شايفينها. اوكي، الجاستريك بارايتال سيلز لما بيحصل فيها بايننج الاسيتايلكولين على ال N3 ريسبتور بتبدا تعمل اكتيفيشن، تمام، لباثوي اندبندنت باثوي، ما علينا. الفاينل ريزلت اللي هو هيبدا يعمل فوسفوريليشن لحاجه اسمها بروتين كايناز، والبروتين كايناز ده لما يحصل له فوسفوريليشن هياكتف انزيم اسمه بوتاسيوم هيدروجين اي تي بيز، ده الانزيم اللي بيبقى مسؤول عن البروتون بومب. لما بيحصل اكتيفيشن من الانزيم ده بيبدا يطلع الهيدروجين او البروتون من الفرايتال سيلز دي الجاستريك ليومن، وبيبدا يدخل الصوديوم جوه الفرايتال سيلز. اخر الهيدروجين هيطلع يبدا يتحد مع الاكسيد ويكون ما يسمى بالاتش سي، تمام. يبقى الاسيتايلكولين بيعمل بايندنج على ال N3 ريسبتور اللي هو بيبقى موجود في الجاستريك بارايتال سيل، ماشي. لما بيحصل اكتيفيشن للماسبرينيك ريسبتور بيبدا يعمل ستيميليشن للكالسيوم ديبندنت باثوي اللي هو في النهايه بيؤدي الى فوسفوريليشن للبروتين كايناز. لما يحصل فوسفوريليشن للبروتين كايناز هيبدا يعمل اكتيفيشن ل الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم اللي هو الانزيم اللي بيبقى مسؤول عن الهيدروجين بوتاسيوم بامب او البروتون بامب، فبيبدا يطلع الهيدروجين ويوديها للجاستريك ليومن ويدخل البوتاسيوم ان اكسشينج، تمام. الهيدروجين اللي هيطلع بره في الجاستريك ليومن هيبدا يتحد مع الكلورايد عشان يكون ال اتش سي ال، تمام. تاني حاجه اللي هو الهيستامين. الهيستامين طبعا احنا كلنا سمعنا عنه، وسمعنا ان الهيستامين ده من ضمن الميديتور اللي هي انفولد في الانفلاميشن والانفولد في الانافيلاكتيك في اكشن. هنا الهيستامين بيعمل ايه؟ هنا الهيستامين بيعمل ايه على ال H2 ريسبتور. الريسبتور بتاعت الهيستامين دي في نوعين من الريسبتور، بلس في H1 ريسبتور H2 ريسبتور. اللي هيهمنا هنا اللي هو H2 ريسبتور. طبعا H1 ريسبتور ده هو بيعمل ديوتي في الالرجين، ديوتي بيعمل الفوسفوريليشن وبيعمل الريليز بتاع الطلب، بيزود الريليز بتاع الهيستامين ويعمل يعني بيزود الانفلاميشن في الاخر، ممكن يكون ديوتي في ريليشن الانافلاكتيك. اوكي، الهيستامين اللي بيطلع ده بيعمل بايندنج على الهيستامين ريسبتور او H2 ريسبتور برضو اللي بتبقى موجودة في الجاستريك بارايتال سيلز. خلاص، الهيستامين أول ما بيعمل بايندنج مع الريسبتور بيشتغل بباثوي اللي هو بيعمل اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي. طبعا السايكليك اي ام بي ده حد سمع عنه قبل كده؟ يا جماعة حد سمع عن السايكليك اي ام بي؟ حد يعرف ده بيستخدم في ايه او في ايه؟ او ده بيعمل ايه بقى؟ ها
سايكليك اي ام بي. طب حد يعرف الاختصار بتاعه ايه؟ اه سايكليك اي ده اسمه سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت. سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت ده سكند ماسنجر. يعني ايه سكند ماسنجر؟ احنا طبعا عارفين ان الريسبتور بيبقى فيها نوعين، معظم الريسبتور في الجسم بتبقى موجوده على السيل ميمبرين. عشان يحصل اكتيفيشن للريسبتور دي لازم الليجند او الاجونست يرتبط بيه. اول ما الاجونست يبدا يرتبط بيه الريسبتور ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فور ده او الاكتيفيشن بتاع الريسبتور ده عايز يوصل الاكتيفيشن بتاعه من بره الخليه او من السيل ميمبرين الى داخل الخليه، حاجه اسمها السكند ماسنجر. سكند ماسنجر اي ام بي والسايكل جي ام بي. تمام، سكند ماسنجر ده دوره اللي بيبقى مسؤول اللي هو بيوصل الاكتيفيشن او المسعد الليجند، بياخد بياخد الروت بتاع الريسبتور لحد لما في ليجند او اجنت يعمل له اكتيفيشن بيمبر يدخله لجوه السيلز او لجوه النيوكلس حسب نوع الريسبتور اللي موجود. عشان كده بنسميه سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت. طيب الوظيفه بتاعته ان جنرال بيعمل ايه؟ ادينوزين مونوفوسفيت ده بيعمل فوسفوريليشن، وغالبا بيعمل فوسفوريليشن لنوع من انواع البروتين كينيز اللي هي بتبقى معاه. تمام، يبقى احنا هنا برضه هنرجع تاني نتكلم عن الهستامين. الهستامين بيعمل بايننج على ال H2 ريسبتور اللي بيبقى موجود في الجاستروفايتال سيلز. لما بيعمل اكتيفيشن ليه هيبدا يعمل اكتيفيشن للادينين سايكليز. الادينين بيحول ال ATP للسايكليك اي ام بي. وانس السايكليك اي ام بي بدا يتحول هيبدا السايكليك اي ام بي زي ما احنا قلنا، هيبقى السايكليك اي ام بي زي ما احنا قلنا هينقل المسج من بره الخليه او من السين ميمبرين الى داخل الجسم. يروح السايكليك اي ام بي المسج بتاعته ايه؟ اللي هو هيبدا طبعا ده الهستامين ده اجونست للريسبتور هيعمل اكتيفيشن. عشان يحصل اكتيفيشن لازم يعمل فوسفوريليشن للسايكليك اي ام بي، بقى هينقل الاكتيفيشن دي بشكل اللي هو يعمل فوسفوريليشن للبروتين كينيز. البروتين كينيز طبعا لما يحصل له فوسفوريليشن هيبدا يعمل في الاخر نفس اللي حصل في الاستاين كولين، اكتيفيشن للهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز هيكون في بره السيلز يرتبط مع الكلورايد ويكون ما يسمى ب اتش سي ال. ايه؟ يبقى نلاحظ كده ان الاستاين كولين او الهيستامين في الاخر كل واحد ليه ديفرنت ميكانيزم، ولكن في الاخر كلهم بيتفقوا ان كلهم بيعملوا اكتيفيشن للبروتون بوم عشان يطلع الهيدروجين ويتحد بعد كده مع الكلورايد ويكون اتش سي ال. تمام، ثالث حاجه عندنا ودي تعتبر البوست موست بوتنت انديوسر للبرودكشن بتاع الاتش سي ال اللي هي الجاسترين. ايه الجاسترين ده؟ بيطلع من حاجه اسمها انتيرو كوماتين لايف سيلز. تمام، الجاسترين لما بيطلع بيبدا يتحد مع الريسبتور بتاعته في الجاسترين سيلز برضه، بس الريسبتور بتاعت الجاسترين بنسميها بولسيستوكاينين. خلاص، اول ما الجاسترين بيبدا يتحد مع الريسبتور يبدا برضه يعمل يمشي باث واي مشابه للباث واي بتاع الاكتايل كولين اللي هو بيبقى كالسيوم ديبندنت باث واي. في النهايه بيعمل فوسفوريليشن للبروتين كينيز. لما يحصل فوسفوريليشن للبروتين كينيز بيعمل اكتيفيشن للبامب ويكون الاتش سي. تمام، احنا كده لاحظنا ان في ثلاث حاجات رئيسيه بتتحكم في البرودكشن بتاع الاتش سي. اول حاجه الاكتايل كولين عن طريق الام 3 ريسبتور، ثاني حاجه الهيستامين عن طريق الاتش 2 ريسبتور، ثالث حاجه الجاسترين اللي هو بيعتبر اقوى واحد فيهم عن طريق البولسيستوكاينين ريسبتور. والثلاثه ريسبتور بيبقوا موجودين في السيرفيس بتاع البارايتال سيلز. تمام، الثلاثه دول بيشتغلوا، ولكن في النهايه بيتفقوا اللي هم بيعملوا اكتيفيشن للبروتين كينيز، بيعمل اكتيفيشن للبروتون بامب عشان يطلع الهيدروجين بره السيل، بيتحد مع الكلورايد بيكون الاتش سي. تمام، طيب بعد ما احنا اتكلمنا عن الحاجات اللي بتزود البرودكشن بتاع الاتش سي ال، هنتكلم عن حاجه بتشتغل بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم
وتعمل انهبيشن للبرودكشن بتاع الاتش سي ال اللي هي حاجه اسمها سوماتوستاتين. حد سمع عنها قبل كده؟ طيب كده الصوت اوضح شويه ولا لسه بعيد برضه؟ اجي بعد كده احنا قلنا الاسترين دول كلهم بيزودوا الاتش سي ال حاجه اسمها سوماتوستاتين. سوماتوستاتين ده سمع عنه حاجه قبل كده؟ السوماتوستاتين ده بيبقى موجود في الماركت باسم، في انالوج من السوماتوستاتين بيبقى موجود في الماركت باسم التريوتايب ده ساينتفك نيم، او الانالوج بتاعه التريد نيم بتاعه اسم ساندوستاتين. ايه السوماتوستاتين ده بيعمل ايه؟ السوماتوستاتين ده اتش سي ال سكريشن بينهب فيدباك افكت. طبعا احنا عارفين النيجاتيف فيدباك افكت ودرسناها في الهرمون كلنا. النيجاتيف فيدباك افكت هنا بيحصل ازاي؟ لما بيزيد كميه الاتش سي ال، تمام، ده بيبدا يعمل استيميوليشن يحسن الاستوماتوستاتين اللي هو يخرج من السيلز بتاعته. لما بيخرج الاستوماتوستاتين بيبدا يعمل انهبيشن او بيقلل كميه الجاسترين. لما تقل كميه الجاسترين بيبدا يقلل كميه الاتش سي ال. اوكي، سوماتوستاتين انهبيشن للجروب بتاع الاتش سي ال ولكن بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. دلوقتي احنا بنتكلم ان الكرومات دي المفروض بيبقى فيها اتش سي ال. المفروض الكرومات دي بتتكون من اليومن زي فجوة او وعاء، هو اللي بيطلع فيه الاتش سي ال، هو اللي بيروح فيه الكود لما بتصلي الانهبيشن، تمام، بتتكون من الوول اللي هي الهاي سيلز بتاعت المشكلة. السؤال هنا بقى، ازاي الوول بتاع الاستومك دي او السيلز بتاعت الاستومك بتحمي نفسها من الريدكشن او الديستراكتيف افكت بتاع الاتش سي ال؟ طبعا الاتش سي ال ده البي اتش بتاعته بتبقى قليله جدا، بتبقى مين؟ اللو بي اتش دي هتعمل ايه؟ اللو بي اتش دي هتاثر، ممكن تاثر، يعني ممكن تعمل اوليوجن او تعمل اوليوجن في السيلز بتاعت الاستومك. طيب السؤال هنا، ازاي الوول او السيلز بتاعت الاستومك بتعمل بروتكشن لنفسها من الاتش سي ال؟ السيلز او الوول بتاع الاستومك يعمل بروتكشن. سلام يا شباب، الوول بتاعت الاستومك بتعمل لنفسها من ديستربتيف ايفكت بتاع الاتش سي ال ازاي؟ زي ما احنا شايفين في الرسمه اللي قدامنا دي، اللي من تحت خالص ده يعتبر الوول بتاع الاستومك او اللي هي بتاعت السيلز اللي هي بنسميها الانتيريال سيلز، اللون الاحمر، خلاص، واللون الاصفر دي تعتبر النيوكاس لاير، وبعد كده بعد النيوكاس لاير دي الجاستريك لاير. تخيل كده الجاستريك لاير ده اللي بيبقى موجود اتش سي ال في النص في النيوكاس لاير، وتحت بيبقى فيه الابيسيريال سيلز بتاعت الاستومك. الابيسيريال سيلز دي بتحمي نفسها ازاي بقى؟ اول حاجه بتزود البرودكشن بتاع البروستا جلاندين اي 2 والبروستا اي 2. البروستا جلاندين اي 2 والبروستا جلاندين اي 2 دي لما بتزيد يعني بتعمل ايه؟ بروستاجلاندين E2 بروستاجلاندين I2 تعمل حاجتين. أول حاجة اللي هي بتزود البرودكشن بتاع الميوكاس لير. يعني إيه ميوكاس لير؟ يعني طبقة من المخ بتشتغل في حاجة عازلة أو تجدار عازل أكت أز تمام؟ يبقى الميوكاس لير دي أكت أز بارير، ودي اللي بيطلعها بروستاجلاندين E2 بروستاجلاندين I2. بتعمل إيه بقى الميوكاس لير دي؟ بالاضافه اللي هي بتشتغل جدار عازل اللي هي بتمنع الديفيوجن بتاع الاتش سي ال والبيبسين. البيبسين ده واحد من الانزيم، تمام، اللي هو بيبقى ديستركتيف انزيم، بيعمل اوجن او بيبدا ياكل في الوول بتاع الاتش سي ال، في الوول بتاع الاستوما. يبقى الميوكاس لاير دي بتعمل ايه؟ بتشتغل بتمنع الديفيوجن الاتش سي ال ويروح للوول بتاع الاستومك عشان ياكل فيه. تاني حاجة اللي هي بتزود السكريشن بتاع البايكربونيت. البايكربونيت طبعا زي ما احنا عارفين ده بيبقى الخلايا،
يبقى ليه البي اتش بتاعته بتبقى مرتفعة. طيب لما نيوكاس تطلع ايه اللي هيحصل؟ البيكربونات دي هتعمل زي نيوتراليزيشن لكمية الأسيد الموجودة لو حصل فيوجن، وبالتالي هتعمل زي نيوترال بي اتش، فهتحمي الإيثيليال سيلز من الديستراكشن بتاع الاتش سي. ايه ودي الحاجة المهمة جدا، يبقى تفتكروا كده لو البروستاجلاندين اي 2 والبروستاجلاندين اي 2 او لو في اي دراجز زي الان سي تعمل انهبيشن للسنسز بتاع البروستاجلاندين، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الميوكس سكريشن هيقل، فبالتالي هيبدا الاتش سي دي البيبسين هيبدا يعني يهجم على الوول بتاع الاستومك ويبدا ياكل فيه، لما ياكل فيها هيبدا يعمل اروجن ويكون ما يسمى في الاخر بي الارض. تمام. طيب نخش بقى نبدا نتكلم عن البيبتيك اولسر. هنعرف الاول البيبتيك اولسر ايه. هو البيبتيك اولسر الالسر ان جنرال التعريف خط اوف ابيثيليال سيرفيس. تمام. الابيثيليال دي معناها ان هي الطبقه الخارجيه من الخلايا، فلما فيها خط في الابيثيليال سيرفيس دي بيسمى اولسر. طيب هنا الالسر في الاستومك او بيبتيك الالسر سواء استرس او دودنال الالسر بتبقى ازاي؟ بيحصل ايروجن او تآكل في الجاستريك كوزا او الدودنال ميكوزا. الجاستريك ميكوزا طبعا انت بتقول دودنال ميكوزا اللي بتبقى موجوده او الفيرست بارت اوف سمول انتستين. تمام. بيحصل ايروجن او تآكل في الميكوزا دي، نتيجة للإيروجن بيبدأ الـ HCL والـ Bits يهجم عليها ويزود الإيروجن والتآكل بتاعها ويكون ما يسمى في الآخر بـ الألسر according to type of حسب المكان اللي بيحصل فيه. الألسر دي ممكن نقسمها إلى نوعين، ممكن نقسمها لـ Gastric Ulcer. تمام. ودي من اسمها اللي هي بتحصل في الميوكوزا اللي بتعمل لايننج للاستومك، او مسمينها دودنال الالسر. والدودنال الالسر دي اللي هي بتحصل في الميوكوزا اللي بتعمل لايننج للخلاص. بيبتيك الالسر ده الاسم الجنرال، بتنقسم الى اسمين جاستريك الالسر ودودنال الالسر، وعرفنا كل واحده والمكان اللي بتحصل فيه الميوكوزيس بتاعه البيبتيك الالسر. اهم الاسباب اللي بتحصل وتكون البيبتيك الالسر ثلاث حاجات. اول حاجه الاتش بايلوري او اللي هي اختصار لهيليكوباكتر بايلوري، ده نوع من البكتيريا اللي تم فيه الانتروم او الفايروس بتاع الاستومك. نحن زي ما احنا قلنا في اول الاكثر اللي هو بارت اوف ذا استومك. ثاني حاجه الاسبرين والان سي اللي احنا قلنا ازاي بتحصل، واحنا هنقول لسه ازاي بتحصل. وثالث حاجه اللي هو بس دي طبعا بتبقى النسبه بتاعتها شويه، اللي هي في معينه من التيومر زي الجاسترينوما او اللي هي الزولينجر ايلسون سيندروم. الزولينجر ايلسون سيندروم فيها هايبر سكريشن، يعني ايه؟ يعني بيبقى فيها ماس سكريشن الاتش سي ال. التيومر ده بيبدا يفرز الاتش سي ال بكميه كبيره جدا، نتيجه لكميه الاتش سي ال اللي بتبقى كبيره بتتاكل على الميوكاس لاير، وبيبدا يعمل ايروجن في الجاستريك او الدولينال ميكوزا، بس غالبا بيبقى جاستريك ميكوزا. نبدأ حاجة من الرسمة دي بتوضح لنا ان جنرال برضه الهيستولوجي او الكوزز بتاعة الألسر دي عاملة زي كاسكيدين، بيجيب لك هو المفروض يتبالانس، المفروض الميزان ده بيبقى متوازن بين حاجتين السكريشن بتاع الـ HCL تمام أكشن بتاع الميوكاس. لو قل الميوكاس برودكشن أو زاد السكريشن بتاع الـ HCL الحالة دي هيختل التوازن وهيبدأ يتكون الألسر، وده هيبقى عامل أساسي من مكونات الألسر. الرسم طبعا بتوضح لنا كده، بتقول لنا إن هي الجاستريك اتش سي ال سكريشن ده عامل زي كفة الميزان، وهي معنى كده اللي هو زايد الاتش سي ال سكريشن بتاع الأسيد زايد، في المقابل الميوكوس برودكشن قالب. اختلال التوازن ده هو اللي بيؤدي إلى تكوين الألسر. الاتش بايلوري اندوس ريبتيك ألسر. ايه هي الاتش بايلوري دي؟ الاتش بايلوري دي بتبقى جرام نيجاتيف بكتيريا. احنا طبعا زي ما احنا عارفين البكتيريا بتبقى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بكتيريا. الاتش بايلوري بتبقى واحده من انواع اللي هي الجرام نيجاتيف بكتيريا.
اللي بتعيش غالبا في الفيروس او في الانسجام بتاع الاسبوع. طيب ما كانتش مثلا في الابر او في الميدل بارت اللي هي بتعيش دايما في اللور بارت او اللي هي بتبقى دي السبب دي. حد عارف؟ ماشي، واحد كاتب لي عشان الاسيديتي. يعني ايه برضه عشان الاسيديتي؟ انا عايز توضيح اكتر. هو دلوقتي ال H بايلو بيجيب دي جرام نيجاتيف بكتيريا، احنا زي لو رجعنا كده بالصورة ورا، لو احنا رجعنا للصورة كده دي وبصينا تمام، هنلاقي الاستومك زي ما احنا قلنا بتتكون من بارت، الابر بارت اللي بنسميه الفانبس، والميدل بارت اللي بنسميه الكوربس او البادي، واللور بارت اللي بنسميه الثايرويد. اوكي، كان احنا بنقول ال H بايلو بتعيش غالبا في ايبرس، في الانترم، في المكان اللي هو الاخير، في اللور بارت اوف ذا ستومك، ما بتعيش مثلا في البادي او ما بتعيش في الفانبس. عندي تفسير لكده، بس انا عايز اللي يقول لي بالتفصيل، يعني يقول لي هو بالظبط زي ما كده. في ناس كاتبه ان هي المنطقه دي فيها ال HCL يبقى التركيز بتاعه الكميه بتاعته بتبقى اقل من بقيه الكميه، سواء اللي موجوده في الفانبس او اللي موجوده في البادي، وبالتالي الكميه القليله بتاعت ال HCL قبل ال HBILO اللي هي تنمو تمام، واللي هي تقدر تعيش في المكان ده. ما تقدرش طبعا تعيش فوق او ما تقدرش تعيش في الفانبس، اللي بتبقى كميه ال HCL بتبقى كده، بالتالي ممكن تعمل ديستراكشن لل HBILO. هنقول قدام ازاي ال H بايلو دي بتحمي نفسها من ال H C L. ايه؟ بيقول برضه دي حقيقة من ضمن الحقيقة، اللي هو تقريبا 95% من الجوجنال ألسر أو من 80 ل 85% من الكريت ألسر بتبقى أسوشيتد بال H بايلو. ولو طبعا حصل كومباينيشن ما بين ال H بايلو أو ال N C L اللي هما واحد زود سكريشن بتاع ال H C L بتعمل تآكل في الوول، والتانية بتقلل الميوكس برودكشن، لو حصل كومباينيشن ده بيزود طبعا الانسيدنس بتاع البيكتيك ألسر بدرجة كبيرة جدا، إنه يعتبر التو ميكانيزم اللي هم بيعملوا بروتكشن للوول بتاعة الاستومك هيحصل فيهم ديستربشن في الحالة دي. أوكي؟ طيب الباثوجينيسيس بتاع الاتش، ازاي الاتش بايلر دي بتبدأ تعمل الألسر؟ اول حاجه زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي الاتش بايلو دي بتعيش المنطقه اللي هي اللور بارت اوف ذا ستومك عشان تعمل بروتكشن ليها من الاتش سي ال. طيب دلوقتي هي من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل بيها باثوجينيسيس اللي هي اليوريز انزيم، الاتش بايلو بتبدا تطلع اليوريز انزيم. اليوريز انزيم ده بيعمل ايه؟ اليوريز انزيم ده بيكسر الامونيا، بيكسر اليوريا عشان يطلع الامونيا والكربون دايوكسيد. اوكي، والامونيا اللي بتطلع دي بتبقى سايتوتوكسيك في السيلز، فبتروح على السيلز وممكن تعمل ديستراكشن فيه. السؤال هنا، حد ممكن يسال سؤال يقول انت بتقول ان الاتش بايلوري بتزود الاتش سي ال سكريشن تمام، في نفس الوقت بتقول ان الاتش بايلوري بتطلع يوريز انزيم، خلاص الانزيم ده بيكسر اليوريا دي الامونيا والكربون دايوكسيد، والامونيا دي بتبقى بيزك، فازاي هي بتزود ال HCl production يعني بتقلل ال pH في نفس الوقت اللي هي بتطلع يقول السبب وقع بيجي يعني. ها بالظبط كده، في حد كاتب او اليوريز اللي بتطلعها دي بتكسر اليوريز. طبعا احنا زي ما احنا عارفين كميه اليوريز اللي بيطلعها المايكرو اورجانيزم ما بتبقاش زي كميه ال اتش سي ال مثلا اللي بتطلع من الاستومك، بتبقى كميه قليله. الكميه القليله دي بس بتبقى كافيه اللي هي تكسر اليوريا اللي حوالين الجنزم عشان تعمل القوايم ميديم حوالين طاقة الميكرو اورجانيزم عشان يحمي بيها من عشان تحمي نفسها بيها من الاسيديتي بتاعة ال HCl تمام. يبقى ال H بايلوري بتطلع اليوريز، اليوريز ده بيكسر اليوريا بيحوله لأمونيا وكربون دايوكسيد، الأمونيا دي
بتعمل سايتوتوكسيك، بتبقى سايتوتوكسيك للسيلز. تاني حاجه في الباثوجينيسيس، تاني حاجه في الباثوجينيسيس بتاعتها اللي هي تزود الريليز بتاع اللايبيز انزيم وبتاع انزيم، ودي انواع من البروتيوليتيك انزيم. طيب الانزيم دي لما بتطلع بتعمل ايه؟ بتبدا تعمل تآكل او بتبدا تعمل اروجن في الوول بتاع الاستومك. طيب ثالث حاجه اللي هي بتطلع سايتوتوكسيك بروتين، بتعمل تطلع سايتوتوكسيك بروتين. سايتوتوكسين بروتين ده بنسميه سايتوتوكسين اسوشيتد بي اي، سايتوتوكسين اسوشيتد بي اي خلاص، والباكيوليتنج سايتوتوكسين. الحاجات اللي بتطلعها دي بتبدا تعمل انفلاميشن في الوول بتاع الاستومك وبتزود السايتوتوكسين خلاص. في حاجه ثانيه بقى عشان اللي هي لما بتبدا الاتش بايلوري بتعمل اتاك للوول بتاع الاستومك، دي بتعمل ايه؟ بتزود السكريشن بتاع الجسر. زي ما احنا قلنا في اول المحاضره ان الجسر لما بيزيد ده يعتبر بوتنت اندوسر للبرودكشن بتاع الاتش سي ال. فنتيجه لكده لما بتزود الجسر بتزود الاتش سي ال برودكشن، وبالتالي بتزود بتعمل ماسيف انكريس في الاتش سي ال. بس دي طبعا دي بتبقى في الليت كما نقول ان الاتش بايلوري في البدايه ممكن تعمل ترانزيانت انكريز في الاتش سي ال نتيجه كميه اليوريز اللي بتطلعها وتعمل الكلاين ميديان، ولكن ده فقط بيبقى ترانزيانت. ثم في الاخر لما بتبدا تعمل كولونيزيشن في الابيسيليال سيلز بتاعه الوول بتاع الاستومك، بتبدا تعمل ستيميليشن للجاسترين ريليز لما بيطلع بيزود الاتش سي ال برودكشن. لما بيزيد الاتش سي ال برودكشن بيعمل فيردر اتاكينج اند ديستراكشن للوول بتاع الجاستريك. كده هنخش على تاني نوع من الانواع اللي بتسبب الجاستريك او الديجيتال اوسر، اللي هي الام سيد او المنفرويد الانتي انفلاماتوري دروكس انديوز ديفيكال. سمعنا عن الام سيد طبعا وعلى التاني. حد يعرف او حد ممكن يقول لنا الام سيد دي ممكن تعمل الاوسر ازاي؟ حد يقدر يقول لنا يا جماعه؟ حد يقدر يقول لنا الان سيز دي ممكن تعمل الالسر ازاي؟ يعني ايه الميكانيزم الالسر؟ سامعيني كده؟ حد سامعنا يا جماعه؟ بالظبط الان سيز دي بتعمل انهبيشن للسايكل اوكسجينيز انزيم او الكوكس انزيم اللي هو بيبقى مسؤول عن البرودكشن بتاع البروستاجلاندين. تمام؟ زي ما احنا قلنا ان البروستاتا دي بتبقى مسؤولة عن البرودكشن والسكريشن بتاع الميوكس. لما احنا نستخدم ان سيد خاصة لمدة طويلة، او خاصة الحاجات اللي هي بتبقى موست اكسيروجينيك زي الاسبرين مثلا، زي الاكيتوكين، حاجات الاكيتوكين، تمام؟ هتعمل ايه؟ بتبدا تعمل انهبيشن للبروستاجلاندين، هتقلل الميوكس برودكشن، وبالتالي هيقل الحاجز او الكارير اللي كان بيعمله الميوكس لاير. هيبدا ال HCL والبيبسين يعمل اتاكينج على المول بتاع الاستومك، ويبدا يعمل اروجن وهيدروليسيس دي. اوكي، في سؤال هنا بقى، ال NSAIDs دي في منها نوعين، في منها نون سيلكتيف NSAIDs وفي منها سيلكتيف NSAIDs. ايه الفرق بينهم؟ حد يعرف ايه الفرق؟ حد يعرف ايه الفرق ما بين السيلكتيف كوكس 1 وال نون سيلكتيف ان سيز تو انهبيتور؟ طيب بص، احنا قبل ما نتكلم عن كده هنتكلم كده نبذه مختصره عن الباث واي. هنجيب الباث واي بتاعهم من الاول، ونعرف وان انزيم ده الاكسبريشن او بتاعه بيطلع فين، وهنعرف الكوكس 2 انزيم السينسيس بتاعه برضه بيحصل فين، وده مسؤول عن ايه وده مسؤول عن ايه، عشان نعرف في الاخر النون سيلكتيف او السيلكتيف انه فيهم احسن، وايه اللي ممكن ياثر عليه، ممكن يزود الانسيدنس بتاع الاوسر، وايه اللي ممكن ما يزودش. الميكانيزم بتاعهم الاول هو في حاجه اسبرين كل ليفل، ده بيبقى موجود كل سيل امبرين بتاع الجسم،
بيخش عليه انزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2. فوسفولايبيز اي 2 ده بيحول الفوسفوليبيد الى اراكيدونيك اراشيدونيك اسيد. اراشيدونيك اسيد هنا بيشتغل عليه 2 انزيم، تمام؟ بيشتغل عليه الكوكس انزيم، بيشتغل عليه اللوكس انزيم. الكوكس ده اختصار لفايبينيز انزيم، واللوكس ده اختصار لليبو اكسجينيز انزيم. اللوكس انزيم ده مش موضوعنا هنا، ولكن موضوعنا اللي هو التوكس انزيم. التوكس انزيم ده بيعمل ايه؟ التوكس انزيم ده بيبقى فيه منه نوعين، بيبقى فيه منه التوكس 2 انزيم. التوكس 1 انزيم ده بيحصل سينثيس فين؟ التوكس 1 انزيم ده بيسموه اللي هو اليوسفول او الامبورتنت توكس 1. ده بيبقى ليه رول في النورمال فيسيولوجي بتاعة البلد، لأن ده بيحصل له سينثيسيس في الاستومك عشان بعد كده يكون البروستاجلاندين اي 2 والبروستاجلاندين اي 2 يطلع ميثاس برودكشن. ممكن برضه يحصل سينثيسيس في الكدني عشان تعمل باث فايليشن، فلما يحصل باث فايليشن هتزود كمية الرينال بلوك الثاني، هتحسن الرينال بيرفيوجن بتاع الكدني. وممكن الكوكس 1 انزيم في البليتيك عشان يطلع الثرومبوكسين اي 2. الثرومبوكسين اي 2 ده بيبقى مسؤول عن البليتيك اجريجيشن. الثرومبوكسين اي 2 ده بيخلي البليتيك اللي هي يحصل لها اجريجيشن، تمام؟ فبالتالي لو حصل اي حد اتعور ولا حاجه يبدا يحصل سينثيس للثرومبوكسين اي 2 عشان يزود البليتيك اجريجيشن ويكون ما يسمى بالكلوت، طبعا مع اللي هي الكواجوليشن كاسكيد الاخرى. خلاص يبقى توكس 1 انزيم ده بيسموه اليوزيكول او الامبورتنت توكس 1. التوكس 2 انزيم ده بيبقى الضار الهارمفول، ده بيطلعش في النورمال سيلز، لكن بيطلع فقط في حاله الانفلاميشن. يعني لما في اي مكان في الجسم بيحصل فيه انفلاميشن بيبدا يطلع التوكس 2 انزيم. التوكس 2 انزيم لما بيطلع بيبدا يطلع يعني ايه ده؟ بيبدا يعمل ميديشن بيزود الانفلاميشن، بيزود الريليز بتاع الانفلامات الميديتي زي الفايبرونكتين زي الهيستامين، حاجات كتيرة جدا من الانفلامات الميديتي اللي هي خلاص يبقى. طيب النون سيلكتيف ان سيد ده بيعمل انهيبيشن للكوكس 1 في الكوكس 2 خلاص، ولكن السيلكتيف كوكس السيلكتيف ان سيد زي السيلكوكسيب والليكوكسيب والفالدوكسيب والايكوكسيب، الحاجات دي كلها ايه؟ بتعمل selective inhibition للكوكس 2 انزيم. في حالة النون selective ان سي في الحالة دي بتفتكروا كده انو يعني انو اللي ممكن يزود الانسيدنس بتاع البيبتيك اوت ولا السلكتيف؟ ايه اللي ممكن يزود الانسيدنس بتاع البيبتيك اوسر اكتر من الثاني؟ طبعا احنا ما بنقولش واحد مثلا هيمنع وواحد ثاني هيسبب، لا، مفيش حاجه ريلاتيف، مفيش حاجه ابسولوت، كلها ريلاتيف، تمام؟ فايه الحاجه اللي ممكن تزود الانسيدنس بتاع البيبتيك اوسر اكتر من الثاني؟ هل هي النون سيلكتيف ان سيز ولا السيلكتيف كوكس 2 انهبيتور؟ مفيش ناس بتجاوب يعني. طيب احنا قلنا، طيب نقول تاني، احنا قلنا ان هو النون سيلكتيف ده بيشتغل على الكوكس 1 وبيشتغل على الكوكس 2، تمام؟ هو لما يعمل انهبيشن للكوكس 2، احنا قلنا الكوكس 2 ده هو الضار اللي بيطلع في حاله الانفلاميشن، فلما يعمل انهبيشن للكوكس 2 فتبقى دي حاجه مفضله عندنا ان هو هيقلل الانفلاميشن اللي حاصل، تمام؟ طيب لما يعمل انهبيشن للكوكس 1، لما يعمل انهبيشن للبروستاجلاندين اي 2 وده في الاستومك، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا بالظبط كده، هيبدا يزود، هيبدا يقلل الميوكس برودكشن، بالتالي هيزود الانسيدنس بتاعه. ففي الحاله دي النون سيلكتيف الانسيدنس بتاعه عشان يزود البيكتيك اكتر بيبقى اكتر من السيلكتيف، تمام؟ طيب احنا بنقول برضه كده حاجه دي بره الموضوع، بنسمع ان الـ NSAIDs اللي هي المسكنات عامه استخدامها فتره طويله ممكن ياثر على الكلى. تفتكروا ليه ممكن ياثر على الكلى؟ decrease ايه؟ decrease blood flow، يعني ايه vasoconstriction؟ برضه هو mainly
البروستاجلاندين الانزيد تعمل انهبيشن. احنا قلنا الاول ايه البروستاجلاندين وظيفتها بتاعتها في الكدني بتعمل ايه؟ البروستاجلاندين وظيفتها في الكدني اللي هي بتعمل بوزيليشن، تمام؟ فلما بتعمل بوزيليشن الميه لما تيجي وتوسعه ايه اللي هيحصل؟ هتزيد كميه او هتزيد تدفق الميه في الخرطوم. نفس الفكره برضو في البلاد فيزلز، لما يحصل بوز دايليشن او ريلاكسيشن في ده هيزود كميه البلاد فلو، خلاص؟ فبروتكتيف بروستاجلاندين اللي هي البروستاجلاندين اي 2 بروستاجلاندين اي 2 بروستاجلاندين اي 1، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في الكدني ودي بتعمل ايه؟ بتعمل بوز دايليشن. فلما تعمل بوز دايليشن هتزود كميه الرينال بلاد فلو وبالتالي هتحسن من الرينال بيرفيوجن، تمام؟ رينال بيرفيوجن معناها في الدم والاكسجين اللي رايح لها رايحه بكميه مناسبه، اوكي؟ ال NSAIDs بتعمل ايه؟ ال NSAIDs بتقلل البروستاجلاندين. فلما تقل كميه البروستاجلاندين البوز دايليشن اللي بيحصل بالبروستاجلاندين ده هيقل، فبالتالي لما يبقى عندنا خرطوم الميه يتضيق ايه اللي هيحصل؟ كميه الميه اللي هتعدي فيها تقل. نفس الفكره برضو في البلاد فيزلز، لما بيحصل في بوز كونستريكشن هتميه البلاد فلو اللي رايحه للكدني، تمام؟ هيحصل ايه؟ الرينال بيرفيوجن هيقل، فنتيجه كده هيبدا يحصل اكتيفيشن في حاجه اسمها الانجيوتنسين ايرون سيستم، ويبدا يعمل هارمفول افكتس للكدني. طيب ده برضو بيلخص الميكانيزم بتاع ال NSAIDs. انجيوز اول حاجه اللي هو بيعمل ليه لوكال ايريتنت، لان معظم ال NSAIDs بيبقى ليها دايركت ايريتيشن على الجي اي تي وعلى الاستوما كده. الايريتيشن اللي بيحصل ده ممكن يسبب الحاجه الثانيه طبعا واللي احنا قلناها اللي هو بيعمل انهبيتور كوكس 1 انزيم اللي هو بيبقى مسؤول عن السنسز بتاع البروتكتيف لندن، هيقلل ميوتس برودكشن وبالتالي هيزود الهيدروليسيز. هيقلل ميوتس برودكشن وبالتالي هيزود الهيدروليسيز ويزود الاتاك بتاع ال HCl على الوول بتاع. في حاجه برضه ممكن تسبب تخلي ال NSAIDs تزود الريت، تزود الانسيدنس بتاع البيتك ألسر اللي هي ممكن تزود البيدو، زي ما احنا قلنا ان هي من ضمن الحاجات اللي بتخش فيها الكوك 1 انزيم. بيقول عن السنسز بتاع ثرومبوكسين اي 2 اللي هو بيبقى مسؤول عن البليت اجريشن في ال NSAIDs. هقلل البليت اجريشن الحاجات المهمه، لان زي ما احنا قلنا ان من ضمن القمعة الألسر اللي هي بتزود الريسك بتاع البليدنج. ايه هي الريسك فاكتورز ممكن تزود الألسر؟ أول حاجة ليه السيجرت سموكينج ممكن تزود البيبتيك ألسر؟ أولا تزود السكريشن بتاع الـ HCl، تمام؟ تاني حاجة هتقلل البنكرياتيك سكريشن بتاع البايكربونيت، يبقى هي هنا زودت ال HCl خلاص، وهتقلل ال pH وقللت البايكربونيت اللي هو المفروض بيعمل نيوتراليزيشن شويه لكميه ال H، تمام؟ ثالث حاجه بقى هتقلل النيوتراليزيشن بتاع البلندن، تقلل البوستاجلاندن وبالتالي هتقلل النيوتراليزيشن خلاص. دول يعتبروا اهم ثلاث اسباب عشان السيجرت سموكينج بيزود الانسيدنس بتاع البيتك. طيب تاني حاجه السايكولوجيكال ستريس، في حاله السايكولوجيكال ستريس ده بيبقى حاجه يعني في حاله الاستريس بيحصل اكتيفيشن للسيمباثيتك نيرفس سيستم وبيبدا يطلع الكورتيزون ويؤدي الى فيسيولوجيكال تشينج. كل الفيسيولوجيكال تشينج دي ممكن تغير في الانفلاماتوري ريسبونس او ممكن حتى تقلل الاميون ريسبونس وبالتالي ممكن تزود الانسيدنس بتاع الالسر وتزود الانفكشن او بتزود الريزيستنس بتاع ال H. ثالث حاجه الدايتري فاكتورز من اللي احنا يعني سواء اكلات او سواء اشربات احنا بناخدها طول اليوم او بنشربها او بتاخد ريسك فاكتور للبيبتيك الالسر.
أول حاجة إيه؟ أول حاجة اللي هي كل المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين. ليه؟ لأن الحاجات اللي بتحتوي على الكافيين سواء الشاي أو سواء القهوة أو سواء حتى المشروبات الغازية اللي هي الفريج، الحاجات دي كلها بتزود الـ HCL secretion. طيب، تاني حاجة الـ spicy food، حاجات الأكلات الحرقة كلها. الأكلات الحرقة دي تعمل إيه؟ أول ما تنزل بيبقى ليها دايركت افكت. الدايركت ايريتنت افكت ده الإيريتيشن اللي حاصل ده ممكن يزود أو الريت بتاع البيبتيك ألسر. طيب، وثالث حاجة طبعا اللي هي الألكول. ليه الألكول بيعمل كده؟ لأن الألكول بيقلل الميوكوس برودكشن، يزود من البليدنج، يزود الميوكوزا البليدنج اللي بيحصل. خلاص، يبقى دي تعتبر أهم حاجات اللي ممكن نعتبرها كريسك فاكتور من البيبتيك ألسر. خش على الكومبليكيشنز بتاعت البيبتيك. احنا قلنا الألسر دي ممكن يبقى ليها كومبليكيشن. الكومبليكيشنز بتاعتها او الاربع كومبليكيشنز بتحصل في الألسر، اول حاجه البليدنج، ممكن يحصل بليدنج سواء في الجاستريك او سواء في الجوجينال ألسر. تاني حاجه ممكن يحصل بنتريشن، وهنقول يعني ايه بنتريشن. ثالث حاجه ممكن يحصل بيرفوريشن، يعني ايه بيرفوريشن، هنفرق ما بينها ما بين البنتريشن. رابع حاجه ممكن يحصل جاستريك او بليت اوبستراكشن، وهنقول يعني ايه اوبستراكشن، وممكن تضر لنا في الليل. اول حاجه البليدنج. البليدنج زي ما احنا شايفين ان في حاله الالسر لما بتحصل الطبقه الاولانيه دي اللي هي بتاعه الميوكوزا، وبعد منها الطبقه بتاعه الابيثيليال سيلز، بيبدا في طبقه بيبقى فيها بلاد فيزلز. فلو الالسر لها جراديشن حصل ايروجن للارتري او للبلاد فيزلز، هتبدا تعمل البليدنج. البليدنج دي مثلا هل بتحصل للناس اللي عندهم بيبتيك اوسر؟ لا، ده لحسن الحظ الحمد لله اللي هي بتحصل بس في نسبه لا تتجاوز من 10 ل 15% من البيشنت اللي عندهم بيبتيك اوسر. البليدنج دي لو ما اتعالجتش طبعا العلاج بتاعها ما بيبقاش بالتراديشنال ثيرابي، ولكن في كل حالات الكومبليكيشن دي بتتطلب سيرجيكال بروسيجر، تطلب حاجات متقدمه وطرق علاج معينه مش بالتراديشنال تريتمنت اللي بتحصل. دي لو ما اتعالجتش طبعا ممكن تؤدي الى سستيند بليدنج، والبليدنج ده هيقلل كميه البلاد فوليوم، لما يقل كميه البلاد فوليوم ممكن يحصل هيحصل شوك، وبالتالي ممكن يؤدي الى خلاص. البليدنج دي طبعا بتحصل مع الان سيدز اكتر، بتحصل مع الان سيدز اكتر من الحاجات الثانيه. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا الان سيدز بيعمل انهبيشن لي اي 2 اللي هو بيقلل الاجريجيشن بتاع البليدنج، فبالتالي هيزود الريسك بتاع البليدنج. طيب، ايه هي السيمبتومز بتاعت البليدنج؟ يعني ايه مثلا الحاجات اللي ممكن تحصل للبيشنت بتاع الالسر؟ اول ما تحصل له يفضل ان هو يروح على طول للدكتور او الطبيب المعالج ليه، اللي هي يشوف حاجه اسمها ميلينا او هيماتيميسيس. يعني ايه هيماتيميسيس؟ الميلينا دي اسمها بلاك كولرد ستول، خلاص؟ يعني بيلاقي لون الستول بيبقى بلاك، وده نتيجه للهيموجلوبين وكميه البلاد اللي بتنزل في الستول. هيماتيميسيس دي معناها بومبنج اوف بلاد، يعني بتلاقي واحد اللي عنده الالسر ده قدر الله بتلاقيه بيرجع دم. وصفه في الحالتين دول او الحاجتين دول لو حصلوا يفضل طبعا ان هو يروح للطبيب المعالج مباشره وما يتاخرش، لان دي ممكن تبقى لايف تريتمنت. اوكي؟ طيب، تاني حاجه الكومبليكيشنز بتاعه الالسر حاجه تسمى البيرفوريشن. يعني ايه بيرفوريشن؟ وبتحصل في قد ايه من الناس اللي عندهم بيبتيك الالسر؟ وهل هي برضه ممكن تؤدي الى الديث ولا لا؟ اولا البيرفوريشن دي بتحصل برضه في نسبه قليله من الناس اللي عندهم بيبتيك الالسر، نسبه 7%، طبعا اقل من النسبه بتاعت البليدنج اللي هي كانت من 10 ل 15%. طيب، ايه هي البيرفوريشن؟ البيرفوريشن زي ما احنا شايفين في الصوره ان الالسر ممكن يحصل خروج يعني لكل الوول، فالالسر والاتش بايلوري والجاستريك جويلز يحصل لهم او يتنقل من الجاستريك يوني الكريتونيال كافيتي.
في الحالة دي طبعا هيحصل كونتامينيشن للبروتينية الكافيتي ويكون ما يسمى بالجلد مايس اللي هي بتبقى مهمة خطيرة جدا واللي هي ممكن برضه تبقى بتزود الهواء المختلف. طيب اسأل ايه؟ سايد افكتس بتاعتها برضه بيبقى بين، ولكن البين ده بيبقى جامد شوية غير البين التاني اللي احنا هنقوله في الساينز والسيمتومز بتاعت الأرض. البين ده بيبقى ازاي؟ البين ده بيبقى شارب وسيفير، بيبقى شارب بين، بيبقى البين حاد جدا، بيبقى مفاجئ وبيبقى جامد جدا. تمام؟ البلكويشن مرة تانية معناها ايه؟ معناها ان الأرض خلاص بيحصل طلعها بلكويشن سيكون الى البريتونية الكافيتي، فنتيجة كده هتزود الكونتامينيشن بتاع البريتونية الكافيتي وهتعمل ما يسمى بالتريت مايت اللي هو بيبقى بكتيريال انفلاميشن اوف ذا بريتونية الكافيتي ويبقى لايف ثريتنينج كيس. ثالث حاجة من الكومبليكيشنز اللي عندنا اللي هي البنتريشن. ايه هي البنتريشن؟ بنتريشن وايه الفرق ما بين البنتريشن والبنتريشن؟ احنا قلنا البيركوليشن اللي الالسر بتروح للبريتونيال كافيتي، تمام، بيحصل لها بيركوليشن او بتعدي من الجاستريك وول للبريتونيال كافيتي. البنتريشن برضه زي ما احنا شايفين ان هي بتعدي من، لكن بدل ما بتروح في البريتونيال كافيتي بتروح تخبط في اورجان على طول من ضمن الاورجانز اللي هي بتبقى ادجاسنت للستوم اللي هي زي ايه؟ هي زي البنكرياس فيلير تراكت او زي الليفر. تمام، الالسر في بيرفوريشن بتروح للبريتونيال كافيتي، تمام، تعمل بريتونايتس، ولكن البنكريشن ان الالسر بيعمل بنكريشن للاورجن اللي هو بيبقى غالبا البنكرياس. تمام، طيب بتعمل ايه؟ بتعمل بنكرياتايتس وبتعمل او كولانجايتس. بنكرياتايتس دي معناها انفلاميشن اوف بنكرياس، كولانجايتس تعمل دايريا برضه، بس يعني برضه دي ممكن تؤدي الى المرتبة عالية خاصة البنكرياتايتس ده وما تلحقش في الاول. رابع حاجة اللي هي الجاستريك او اوتليت اوبستراكت. يعني احنا قلنا في الاول حاجة اسمها بايلوريك اسفنكتر، تمام، قلنا البايلوريك اسفنكتر ده من الحاجات المهمة جدا. البايلوريك اسفنكتر ده احنا قلنا لما بيبقى في ريلاكسد بيعمل ايه؟ حد فاكر البايلوريك اسفنكتر؟ تمام، احنا قلنا البايلوريك اسفنكتر فعلا لما بيبقى في ريلاكسد فود بيسمح بمرور الجاستريك فويس بالبارشي دايجستيك فود او اللي هو بيسمى بالقيل، بيسمح بمروره من الاستومك تمام الى الفيرست بارت اوف انتستين اللي هو الجبن. في حالة الجاستريك او الفيرست اوبستراكشن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ممكن الالسر تعمل ايديما او تعمل سكارينج في الشانل بتاعة الفايبرز زي ما احنا شايفين في الرسمة بالظبط اللي هي كيف بيحصل سكارينج او بيحصل ايديما في المنطقة دي، فنتيجة كده بتأثر السفنكتر. فلما تقفل السفنكتر ايه اللي هيحصل؟ طبعا كل كمية القايم عايز فرش دايجستيف فول، كل الكونتنت بتاع الجاستريك، كل الكونتنت بتاع الاستومك هيحصل لها ديستنشن، فنتيجة كده هتعمل ايه؟ هتعمل طبعا ستايكي، هتعمل احساس بالشبع، هتعمل بلوتنج، هتعمل انوريكزيا، تمام، وهتعمل ويت لوس. الحل بتاعها دي برضه لازم دي برضه بيبقى فيها سيرجيكال، لازم يبقى تدخل جراحي على مستوى الوعي عالي. كلينيكال بريزنتيشن، كلينيكال بريزنتيشن هنا بتعني الساين والسيمبلز، يعني ايه هي الاعراض او العلامات اللي بتظهر على المريض عشان اقول ان ده مريض بيبتيك اوت. خلاص، اول حاجه واهم حاجه بتميزه اللي هي الايبي جاستريك بين اللي بتبقى ميلي اسوشيتد ويز ديسبيبسي. يعني ايه ايبي جاستريك بين؟ يعني بيبقى بين في فم المعده زي ما احنا شايفين في الصوره كده، الصورة اللي هي على اليمين اللي هي الايبي جاستريك بين دي اللي هي الدايرة اللي فوق دي، بتبقى المنطقة اللي هي بتبقى تحت الريبس أو تحت الاسترنم، المنطقة اللي تحت الريبس دي بيسموها بيقولوا عليها بالبلدي كده فم المعدة، أو بيقولوا عليها اللي هي الايبي جاستريك بين. خلاص، الايبي جاستريك بيبقى في بيرنينج سنسيشن، بيبقى في حرقان، بيقول لك كان عندي حرقان، تمام،
وبتبقى غالبا اسوشيتد بالديسليكسيا. في حاجه برضو، لو الديسليكسيا دي لو انت سالته قلت له طب انت لو اخدت علاج، لو خدنا مثلا جالك في الصيدلية يقول لك خدت علاج ليها قبل كده، ف هيقول لك مثلا خدت زنتاك او خدت طوار او خدت حاجه من الحاجات اللي هي الانتاسيد اللي هي الجميله اللي مشهوره في الصيدليه دي، هتساله طب انت استريحت عليها؟ هيقول لك دي من ضمن العلامات اللي هي او من ضمن الحاجات اللي بتميزها اللي هي بيحصل لها ريليتنج للانتاسيد بريبري لوس. اهم ساين او اهم حاجه بتتاثر اللي هو بيبقى فيها ايه بيجسر بين بريزنتيشن اند ديسبيكسي خلاص، والجين ده بيبقى في الريليفنج للانتاسيد بريبريشن. اوكي طيب، حد يعرف كده يقول لي ايه اشهر حاجه او اشهر شكوى مثلا، اشهر مرض بيجي بيحصل ميز دايجنوز بيني وبين البيبتيك الفا؟ ها حاجه مهمه جدا جدا ومتعدي علينا كتير جدا في الصيدليه. يا جماعه حد يقدر يقول لي ايه الحاجه اللي هي ممكن يحصل ميز دايجنوز بينها وبين البيبتيك الفا؟ شفت اجابات يعني بالظبط كده زي ما انتم جاوبين اللي هي الانجينا. الانجينا تعتبر اشهر حاجه بيحصل فيها الميس دايجنوزز ما بينها وما بين البيبتيك الفا. ليه؟ لان الانجينا برضو بيبقى فيها الجين بيبقى ايبي جاستريك بين، تمام، بيبقى فيه بيرنينج سنسيشن. ولكن الفرق ما بين الانجينا وما بين البيبتيك الفا ان البين بتاع الانجينا ده ممكن يحصل له راديشن من الشولدر او الباك، تمام، خلاص، والبين بتاع الانجينا الاضافه اللي هو بيبقى بيرنينج بين ممكن بيبقى فيه سكويزنج، يعني تحس ان هو سكويزنج بتضغطك او بتعصرك من جوه، يبقى سكويزنج او تايتنج بين، خلاص. ولكن الفرق ما بين البيبتيك الفا وبين الانجينا ان الانجينا بيحصل البين ده بيبقى ريتيشن من الشولدر او للباك، تمام، وان البين بتاع الانجينا مينلي ما بيخليهوش ريليف للانتاسيد، والبين بتاع الانجينا بيبقى سبيد او تايتنج بين. طبعا البين تلاقيه اكتر بيحصل في حالات المجهود، يعني طبعا لما بيحصل مجهود في حالات الانجينا بيقل كميه الاكسجين اللي حقيقي الهارت، وبالتالي ممكن الهارت يبدا يحس بكده على اساس ان هو بيبدا يعمل البين بتاع الانجينا. والبين بتاع الانجينا طبعا بيحصل له ريليفنج دي اللي هي الجلوكوز. اسهل وامن طريقه واللايف تريتمنج كيس in treatment of acute attack of angina was lingual nitroglycerin. يعني موجود في المقصد بيحتوي نيتر. اوكي؟ اكثر ساينز والسيمبتومز اللي بتبقى اسوشيتد بالبيبتيك الفا. طبعا الهارت بيرن والديسبيبسيا نتيجه ان ال HCL كميته بتبقى كبيره. البنشنج او اللي هي بتساوي ريجورجيتيشن او ارتجاع بالصم جاستريك كونتنت، تمام؟ فلوتنج اللي هو بيبقى شعور بالانتفاخ. خلاص نوزيا فوميتنج انوريكسيا. انوريكسيا اللي هو واحد ملوش نفس، بس طبعا دي بتختلف حسب نوع الالسر زي ما احنا هنقول. احنا قلنا في الاول اللي فيه نوعين من الالسر اللي هو الجاستريك الالسر والديجنال الالسر. عايزين نفرق بين الجاستريك الالسر وبين الديجنال الالسر في اهم حاجه بينهم. خلاص احنا قلنا طبعا ان احنا لو بصينا في الصوره هنلاقي ان على فكره هي الصوره بس عايزه يعني هي الصوره معكوسه، يعني هي بتاعه الديودينا هي المفروض تبقى الجاستريك والعكس، ماشي ماشي يا جماعه الناس معايا؟ الصوره اللي على اليمين دي اللي هي بتاعه الالسر، بنشوف ان الالسر المكان بتاعها بتحصل في الاستومر، في المقابل الصوره اللي على الشمال اللي هي الديودينا بتحصل في الديودينا. معلش بس هي الصوره كانت عكس بالغلط، تمام. طيب البين، البين بتاع الجسر او الجودينا الالفا، البين ده بيحصل امتى؟ البين في حاله الجاستريك الفا بيحصل من نصف ساعه لساعه بعد الاكل، تمام؟ ولكن في المقابل البين في الجودينا الالفا بيحصل بعد ثلاث ساعات. خلاص؟ طيب حد يعرف ليه؟ حد يعرف ليه البين بتاع الجاستريك الفا بيحصل مع يعني الاكل؟ ليه الاكل او ليه الايتنج بيزود البين بتاع الجاستريك الفر في المقابل للايت البين بتاع الديودينال الفر؟ لا بص، هو ليه الايتنج هما الاثنين دول مرتبطين ببعض، البين والايتنج، ليه ده بيأثر على الجاستريك الفر وليه ما بيأثرش على الديودينال الفر؟
نتكلم الأول على الإيتينج، تمام؟ اللي هو البين اللي بيحصل من 30 ساعة بعد الأكل على طول في حالة الجاستريك ألسر، لأن في حالة الجاستريك ألسر أول ما الواحد بياكل بيبدأ يحصل إيه؟ بيبدأ يحصل الأكل ده بيبدأ يعمل إيه؟ بيبدأ فيسيولوجيكالي يعمل إنكريز في الـ HCL، تمام؟ لما الـ HCL يزيد في الجاستريك ألسر ده هيزود العضلات، أوكي؟ ولكن في المقابل في حالة الجوينال ألسر الأكل أو الفود بيقلل البين. ليه؟ إحنا قلنا الصورة اللي هي دي بتحصل فين؟ بتحصل في الجوينال، تمام؟ طيب حالة لما الواحد بياكل في الجوينال ألسر الفود بيزود الـ HCL سي، وفي حالة الأكل بعد يعني حالة الأكل أثناء ما الواحد بياكل تقريبا لمدة من ساعتين لثلاث ساعات اللي هي المدة اللي بيحتاجها تحتاجها الاستومك علشان تعمل بارشل ديجيشن دي جاستريك كونتنت للفود اللي الواحد في الحالة دي في حالة الأكل من أول ما الواحد بياكل لحد ثلاث ساعات لحد ما يحصل بارشل ديجيشن بيبقى البايلوريك استنكتر بيبقى إيه؟ بيبقى مقفول. فنتيجة نقول الـ HCL ما بيعديش ويوصل للجبن، تمام؟ ففي الوقت الأولاني في الثلاث ساعات الأولانية من أول الأكل لحد ما يحصل له الديجيشن، تمام؟ بيبدأ إيه؟ بيبدأ ده يكون بيكون فيه مفيش أي HCL بيروح للجبنة، فبالتالي الأكل بيقلل البين بتاع الجبنة، تمام؟ حد فاهمه؟ يبقى في الجبنة في أول ساعات لما الواحد بياكل يبقى البايلوريك سفنكتر مقفول عشان يحبس الاكل والجاستريك كونتنت يحبسها كلها في الاستومك عشان يحصل لها ابسوربشن عشان يحصل لها دايجيشن. بعد ما بيحصل لها دايجيشن بيبدا السفنكتر يفتح، فلما يفتح السفنكتر هيعدي الجاستريك كويس في ال HCL وبالتالي هيزود البين، تمام؟ يبقى الفود يقلل البين بتاع الديجنال ألسر، في المقابل الفود بيزود البين بتاع الجاستريك ألسر. طيب البومتين في حالة الجاستريك ألسر البين از ريليف باي فومتنج، يعني الفومتنج لو وقع ده بيقلل الألم بتاع في المقابل ما بيأثرش على الجيوب. ليه؟ لأن في حالة الفومتنج كل الجاستريك كونت تايم والجاستريك جويس والحاجات اللي موجودة في كلها هتطلع بره الجسم، هي كده كمية الـ HCL اللي موجودة في الاستومك هتقلل البين بتاع الجاستريك ألسر، ولكن هي ما بتأثرش في حالة الجيوبينال ألسر لأن هو البومتنج ده بيحصل للجاستريك. طيب ليه؟ دي ممكن تأثر على اليوتا ولا لا؟ طبعا في حالة الجاستريك ألسر نتيجة إن الأكل بيزود البين، فالواحد خلاص اللي هو اللي عنده الجاستريك ألسر ده هيبقى خايف ياكل، فنتيجة لكده هيحصل له ويت لوس خلاص في الجيوبينال ألسر ده يعني بيليدنج للبين زي ما احنا قلنا ليه، فبالتالي ياكل بكميات كبيره علشان يقلل اللي بيحصل له نتيجه الالسر فهيزود الويت في الاخر. اوكي نخش بعد كده على الدايجنوزيس، يبقى عندنا نخش دايجنوزيس بتاع البيبتيك الالسر. ازاي بنعرف بيبتيك الالسر؟ الدايجنوزيس ده بيتقسم الى اربع حاجات خلاص. اول نوع اللي هو الاندوسكوبيك، هو الاندوسكوب اللي هو ده بيعمل الفيزيشن، ده احنا ما لناش علاقه بيه قوي. الفيزيشن بيبقى فيه جهاز اسمه الاندوسكوب بيخش بيعمل الفيزيشن بيخش وبيصور بيعرف مكانها فين بالتحديد بيصورها، وحتى الاندوسكوب كمان ممكن ياخد منها سبيسي، تمام؟ طيب الاندوسكوب ده بيعتبروه اللي هو احسن طريقه من الطرق ان احنا نعرف بيها ونقدر نقيها الامر، ولكن العيب بتاعه ان هو بيبقى فيري اكسبنسيف بلس اللي هو انجليزي، يعني هو ممكن مثلا لو حد مش لايز ممكن يدخله بطريقه خطا فممكن يعمل بيرفوريشن او ممكن يخش غلط فيعمل مشكله، تمام؟ طيب ثاني نوع من لان احنا ممكن نعمل بيها دايجنوزيس هي راديو فيديولوجي خلاص. الراديولوجي يعني ايه؟ يعني احنا بندي كونتراست ميديوم زي مثلا الباريوم باريوم سلفيت خلاص، او زي الجاستروجرافي الباريوم بعد ما بندي كونتراست ميديوم اللي هو البيشنت بيشربها يبدا بعد كده الاكس راي بيصور اللي هي الكونتراست ميديوم دي بالظبط ويعرف ما
مكانها فين، خلاص يعرف مكان الانسر اللي فيها ايه بالظبط. يبقى الكونتراست ميديم دي برضه احنا ما يبقاش لينا علاقه بيها قوي، برضه دي البوزيشن اللي بيعملها. خلاص ثالث حاجه النون انفيزيف تيست، ودي بقى اللي هي بتبقى جدا لينا، فمثلا الاستاذ واقفين في المعالم او الناس اللي واقفين في الصيدليه، بتلاقي معظم الكتات اللي بتيجي عشان تعمل دايجنوزيس للالسر بتبقى مكتوبه حاجه من الثلاث حاجات دي، اللي هي في اليوري افيس تيست، ستول انتيجين تيست، سيرولوجيكال تيست. دول هنتعرف عنهم بالتفصيل، هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل. خلاص رابع حاجه اللي هي الانفيزيف تيست. الانفيزيف تيست دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان هو الاول بيخش بيسكوب بياخد سبيسيمين او بايوبسي من المكان اللي هو شاكك ان يكون فيه الانسر، تمام؟ وبعد كده السبيسيمين دي بياخدها يطلعها بره الجسم ويبدا يعمل عليها تيست. بس في الحاله دي التستات اللي بتتعمل عليها بنسميها انفيزيف تيست. زي ايه؟ زي اشهر حاجه اللي هي البايوبسي ريس تيست، هنقول بايوبسي ريس تيست، الهيماتوكسيلين اند الانزيم، بتبقى حاجه بتصور الهيستولوجي او الهيستوباثولوجي بتاعه الاستومك او التشو او السكشن اللي احنا واخدينه من التشو، يعني سواء بتاع الاستومك او سواء بتاع الانتستين، تمام؟ او البايوبسي ريس تيست. اهم حاجه هنتكلم عنها اللي هي اليوريا بريت تيست، اللي هي الانفيزيف تيست. هنتكلم عن النون انفيزيف تيست اللي هم اليوريا بريت تيست، الستول انتيجين تيست، الستول انتيجين تيست والسيرولوجيكال تيست. خلاص اول حاجه البريت تيست. طيب اليوريا بريت تيست ده الفكره بتاعته ايه؟ الاسم كده اللي هو بيستخدم اليوريا. الفكره بتاعته بمنتهى البساطه ان احنا قلنا للاتش باي ريليز انزايم، تمام؟ الريليز انزايم ده بيمتص اليوريا بيحوله لامونيا وكربون دايوكسيد. فكره التست بتقول ايه؟ بتقول ان احنا ندي يوريا، خلاص اليوريا دي الكربون اللي موجود فيها بيبقى ليبل، يعني دي اليوريا مش اليوريا عاديه، الكربون اللي فيها بيبقى ليبل بكربون بنسميه كربون 13 او كربون 13، تمام؟ بنديه للبيشنت. اول ما نديه للبيشنت يبدا البيشنت يكسر اليوريا باليوريز انزيم عشان يطلع امونيا وكربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد المتوقع اللي هو يروح فين بعد كده؟ كربون دايوكسيد ده متوقع اللي هو يروح صار له بعد كده البلاد ياخده ويوديه في اللون عشان يحصل له اكسبيريشن بطريقه معينه بجهاز معين. في خلال نص ساعه انبدا استقبل كربون دايوكسيد اللي هو الليبل دي بقى كربون دايوكسيد، ابدا استقبله وبجهاز معين اعمل له ديتكشن. طيب الناس اللي عندها اتش بايلوري، خلاص التست ده طبعا بيكشف عن ايه؟ اتش بايلوري، ماشي؟ الناس اللي عندها هيطلع الليبل بكربون دايوكسيد في البريت بتاعها. طيب الناس السليمه اللي ما عندهاش، الناس اللي ما عندهاش اتش بايلوري ايه اليوريا؟ اليوريا دي هتروح من الاستومك فيرست بارت اوف سمول انتستين، وبعد كده هيحصل لها ابسوربشن هتروح في البلاد، بعد كده من البلاد هتروح للكيدني، وبما ان اليوريا بتبقى ووتر سوليبل هيحصل لها الومينيشن عن طريق الكيدني، تمام؟ يبقى تيست تاني في منتهى البساطه اللي انا بدي ليبل اليوريا بترتيب اقرب من ترتيب للبيشنت اللي عنده اتش باينري. البيشنت اللي عنده اتش الباينري بيبدا يفصل حولها لامونيا والكربون اوكسيد، الاوكسيد ده بيطلع في البريست، ببدا استقبله في البريست بجهاز معين في خلال من نص ساعه، خلال من تلت ساعه نص ساعه من وقت ما انا اديت اليوريا، تمام؟ ببدا اعمل ديتكشن للليبل الكربون اوكسيد عن طريق الجهاز ده في ديفرنت انترفال، مثلا كل خمس دقائق او كل 10 دقائق لمده نص ساعه، تمام؟ طيب الناس اللي عندها الاتش بايلوري هيطلع في ديتكشن الليبل بكربون دايوكسيد في البريت، في المقابل الناس الثانيه اللي ما عندهاش الاتش بايلوري مش هيطلع في البريت وهيحصل له اليمينيشن في الكلى. التست ده ميستر هو بيبقى فيري فيري سبيسيفيك، تمام؟ وسنسيتيف واكيوريت، واللي هو التست كمان ما بياخدش وقت طويل، اللي هو ممكن يحصل ينجز كله في خلال نص ساعه. طيب السيرولوجيكال انتيجين، لوجيكال انتيجين تيست، سيرولوجيكال انتيجين عفوا اللي هو الستول انتيجين تيست. الستول انتيجين تيست ده بيعمل ديتكشن للانتيجين بتاع الاتش بايلوري في الستول،
ازاي؟ ان انا باخد سبيسيمين تمام وبحطها في، هو طبعا بيبقى كيتس بتبقى كاونتر موجوده في المعامل، انا كتبت في الصيدليات بصراحه. المهم اللي انا بحطها في المكان ده اللي هو في الدايره اللي احنا شايفينها في الرسمه تمام، بحط الاسم بتاع في الاسم خلاص. لو طلع بوزيتيف التست هتلاقيها مديه كلر، ولو طلع نيجاتيف مش هنلاقي التست مديه كلر، وهنلاقي ان هو الكلر فقط في المكان بتاع الكنترول ده، بيجري الى حد كبير اللي هي التستات بتاعه الحمل سواء الديجنوز تيست والتشيك الحاجات دي كلها امور كونفينينت، ولكن التست هي امور سبيسيفيك ريفيرابل دان عن الكول انتيجنز. بس اللي انا كنت بشوفه يعني الحقيقه كنت بشوفه كتير جدا في اماكن معينه. ثالث حاجه السيرولوجيكال تيست. السيرولوجيكال تيست دي عكس الانتيجن تيست، احنا في الانتيجن كنا بنعمل ديتكشن وبنعمل ديترمينيشن للانتيجن بتاعها في الكول، ولكن في المقابل السيرولوجيكال تيست دي بعمل ديترمينيشن للانتيجن خلاص، بعمل ديتكشن للانتيجن. بس العيب بتاع السيرولوجيكال تيست ده ان هو ما بيقدرش يفرق ما بين الريسنت انفكشن تمام والاولد انفكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو واحد كان عنده اتش بايلوري ودلوقتي حصل له ايراديكيشن منها، هيفضل الانتي بادي موجود في الجسم تمام. فده لو جه عمل التيست بتاع السيرولوجيكال تيست هيلاقي الانتي بادي بوستر خلاص، وهو بالتالي فعليا مش هيكون عنده الاتش بايلوري. هو العيب بتاع السيرولوجيكال تيست ان هو ما بيقدرش يديستنجوش بين الاولد انفكشن والريسنت انفكشن. طبعا من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هي اليوريا بريس تيست والسكول انتي تيست، ده بنستخدمه في الانيشال دايجنوزز، وبنستخدمه برضه عشان نعمل كونفرميشن هل الاتش باي ودي هتبقى موجوده بعد التريتمنت بعد الفول تريتمنت ولا لا. هتخش بعد كده عن التريتمنت تمام. اول حاجه جولز اوف تريتمنت، ايه هي الاهداف بتاعتنا في التريتمنت بتاع الالف؟ اولا اول حاجه نعملها ان انا لازم اعمل كلينج للالف اللي هو الخط الابيثيليال سيرفيس الخاص عندي ده. تاني حاجه ان انا اقلل الريكرنس، لان في بعض الحالات نتيجه الريزيستنس بتاع الاتش بايلوري ما بيحصلش كومبليت ايرادكيشن، بتكون في ادهيرنس للدراج، فنتيجه لكده يعني عيان ما بيبقاش بياخد الدراج بانتظام، فنتيجه لكده ما بيحصلش كومبليت ايرادكيشن. طبعا حاله الريكرنس ان الاتش بايلوري تبقى موجوده، فالتركانه دي تبقى مور ريزيستنس عن الاول. ثالث حاجة إن أنا أقلل الـ risk of complications اللي هي بتبقى غالبا life threatening diseases اللي إحنا قلناها، سواء كانت bleeding أو penetration أو perforation أو gastric أو okay. طبعا زي ما إحنا عارفين الـ treatment بيتقسم عندنا في الـ clinical pharmacy أو الـ clinical pharmacology الـ non pharmacological treatment في الـ pharmacological treatment. هنتكلم الأول عن الـ non pharmacological treatment اللي هو أي حاجة ممكن نعمله ممكن يقلل شوية الـ risk والـ incidence بتاع الـ critical. أول حاجة طبعا إن أنا أقلل الـ risk، أقلل الـ cigarette smoking، حجم الدخان عشان طبعا يوقف التدخين. إحنا قلنا إيه نوع الطبيب اللي هو بيزود الـ HCL والحاجات اللي إحنا قلناها قبل كده. حاجة إن أنا أقلل الـ physical stress وما يقدرش من activation من السيمباثيك nervous system ومن impairment في الـ immune system. ثالث حاجة إن أنا بقلل الـ use بتاع الـ NSAIDs، ولو انا ما اقدرش اعملها ممكن استخدمها في دوزز قليله تمام، او انا ممكن استخدمها بس يفضل انا استخدمها بعد الاكل اشرب معاها لبن مثلا تمام، او اللي انا ممكن اعمل لها سي سيلكتيف توكس تو دراجز زي السيليك اوكسيد او موجود في السيليكريكس زي الايتو الايتو اوكسيد اللي هو موجود في الاكسيا او زي الكالبي اوكسيد تمام. خامس حاجه ان انا طبعا ابدا اقلل قدر الامكان من السبايسي فود اللي هي بتعمل اريتيشن للغذائي في البروتين والالف والانتين. ايه اول حاجه الاديتيشن اوف اتش بايلوري، ازاي انا بعمل اراديتيشن لي اتش بايلوري؟ اول في الاراديتيشن من اتش بايلوري، طبعا احنا عارفين ان اتش بايلوري ده اورجانيزم، فلازم عشان انا اعمل له ايراديكيشن لازم استخدم له انتي بايلز. في عندنا تو ريجيم بنستخدمهم عشان نعمل ايراديكيشن للاتش بايلز، او
أول حاجة اسمها تيبل. تيبل ثيرابي ده بيتكون من 2 أنتيبيوتيك وبيتكون من 1 أنتيسيتيتري دراج. أنتيبيوتيك 2 أنتيبيوتيك أو 1 أنتيسيتيتري دراج، تمام؟ في كوادرابل ثيرابي اللي هو رباعي، ده بيتكون من بيزما سول 2 أنتيبيوتيك 1 أنتيسيتيتري دراج، يعني نفس يعني كوادرابل ثيرابي بيساوي تيبل ثيرابي بس من ليك البيزما سول اللي هو غالبا بيك بلازما سبوتس بلازما سيتري، تمام؟ طيب ليه؟ من دي بتعمل ايه؟ دي بتزود ريسك وبتقلل الريسك بتاع وبتقلل الكومبليكيشنز بتاعت البيبتيك الفا. طيب الريجيمين دي بتتكون ازاي وايه الادويه اللي انا ممكن استخدمها؟ ايه الانتيبيوتيك اللي انا ممكن استخدمها فيه؟ اشهر انتيبيوتيك انا ممكن استخدمه في التريبل او الكوادربل ثيرابي بتاع شيبايرولي اتش بايلوج ريبيتيشن اللي هو كلاريفتومايسين اللي هو موجود في السوق باسم كلاسيد اللي هو الكاند نيم بتاعه، اموكسيسيلين طبعا الامكسيل موجود مع الكلافيلينيك اسيد في الاجمنتين او في الميجاموكس او في الدلتا كلاف او في الداف، في الميثميدازول اللي هو موجود في التاجيل الكاند نيم بتاعه الفزول هو تقريبا كان موجود في الفزول والتتراس اللي هو موجود في التتراس. اوكي البيزماث سولت برضه دي يعني الكوادربل ثيرابي ده غالبا ما بيبقاش موجود في الماركت، في الماركت اللي هو التيبل ثيرابي، بس الكوادربل ثيرابي ده اللي هو البيزماث سولت ده كان بيحطوه عشان انتي مايكروبيال افكت. اوكي طيب الراديكيشن ثيرابي ليه احنا بنحط الانتي سيكريتوري دراج سواء بروتون بامب انهبيتور او سواء الهيستامين اتش ريسبتور بلوكر، تمام؟ ليه بنحطهم مع الانتي بايوتيك في الراديكيشن بتاع الاتش بايلو؟ يعني ليه مثلا ما بنكتفيش بالانتي بايوتيك، تمام، عشان يقتل الاتش بايلو؟ ليه بنحط معاه بروتون بامب انهبيتور او اتش تو ريسبتور بلوكر؟ حد عارف ليه؟ هعيد السؤال تاني يا جماعه عشان الناس اللي بتقول الصوت ضعيف. دلوقتي دي الكومباينيشن ريجيمين بتاع جيلكن ريجيمين بتاع الإيراديكيشن اوف اتش بايلوري ده بيستخدم بيتكون غالبا من مثلا كلاريفتومايسين اللي هو انتيبيوتيك، ميتروميدازول انتيبيوتيك، وبروتون بامب انهبيتور وليكن مثلا اوميبرازول. ليه احنا بنحط اوميبرازول مع الريجيمين ده ما بنكتفيش مثلا بالانتيبيوتيك؟ مع العلم ان الانتيبيوتيك كفيل ان هو يعمل ايراديكيشن للبيبتيك ألسر. حد عارف ليه؟ هو السؤال واضح يا جماعه ولا مش واضح اصلا؟ لا اجابه مش اللي هو الاتش سي ال احنا محتاجينه عشان يحول اليوريا. ماشي انت بتقول الاتش سي ال ده هو اللي بيقتل الاورجانيزم، احنا بنستخدم دراج بيقلل الاتش سي ال، ورغم كده رغم ان هو بيقلل الاتش سي ال رغم اللي هو بيقلل كده فممكن يزود الجروث بتاع البكتيريا، ولكن احنا بنحط برضه في الريجيمين. ليه؟ بص او نقطه اول حاجه هو الانتي سيكريتوري دراج سواء البروتون بامب انهبيتور او اتش 2 ريسبتور بلوكر ده بيعمل ايه؟ ده بيقلل الاتش سي ال. فلما يقلل الاتش سي ال هيقل كميه البوليوم بتاعت اللي هي موجوده في الاستومك، تمام؟ فنتيجه كده هيعمل ايه؟ هيزود الكوبيتال كونسنتريشن بتاع الانتيبيوتيك في الاستوم، تمام؟ لاحظ هنا اللي انا بتكلم على الكوبيتال كونسنتريشن اللي انا اعني بيه الكونسنتريشن بتاع الدراج في الاستوم اللي هو بيبقى في دايركت كونتاكت مع الاتش بايلوري، طبعا بيبقى مختلف عن السيستميك كونسنتريشن بعد ما الدراج يحصل له ابسوربشن، تمام؟ يبقى اول حاجه بقى قلل كميه الاتش سي ال، فنتيجه كده هتقل كميه الجاستريك فويس اللي موجوده، لما تقل كميه البوليوم بتاع الفويس ده هيساعد ان هو يركز زود التوبيكال كونسنتريشن بتاع الانتي بايوتيك، تمام؟ تاني حاجه في كتير من الانتي بايوتيك الاستاب بتاعها في الاسيد ميديم بتبقى قليله، تمام؟ فانا لما استخدم معاه بروتون بامب انهبيتور ده هيزود الاستابيليتي بتاعه الانتي بايوتيكس، خلاص؟ تالت حاجه بقى اللي هي الاتش البروتون بامب انهبيتور ده لما يقلل الـ HCL
ال HCL ده لما يقل طبعا هيقلل ال destructive effect بتاعه على الوول بتاع الليفكومات، فنتيجة كده هيقلل البين ويعمل more rapid relief للأرض. تمام؟ أول تاني إن ال HCL إن البروتون بامب إنهبيتور ال H2 ريسبتور بلوكر ده بيقللوا السكريشن بتاع ال HCL. اوكي، لما يقل السكريشن بتاع ال HCL ايه اللي هيحصل؟ فوليوم، حجم كميه السوائل اللي جوه الاستومك الكميه بتاعتها هتقل. فلما الكميه بتاعتها هتقل الكونسنتريشن او في بتاع الانتي بايوتيك في الاستومك هيزيد، صح؟ ده بالظبط عندك كوبايتين ميه، خلاص، بس كوبايه مليانه على الاخر وكوباية مليانة من نصها بس، وجبت معلقتين سكر زي بعض قد بعض وحطيتهم في الكوبايتين، ماشي؟ الكوباية اللي مليانة مية الكونسنتريشن بتاع السكر فيها هيبقى قليل لأن حجم السنتريود اللي فيها كبير، ولكن في المقابل الكوباية اللي فيها نصها بس هو اللي الكونسنتريشن بتاع السكر أو السوليد هيبقى عالي لان حجم السائل اللي فيها بيبقى قليل. تمام كده؟ احنا هنتكلم دلوقتي على امثله من الانواع اللي موجوده في الماركت والثيرابي اللي موجوده في الماركت، خلاص. اول حاجه اللي هو الكومباند انهيبيتور، وليكن مثلا الاوميبرازول زائد كلاريبتومايسين زائد الفين. تمام، او ممكن مثلا يجي من تاني اللي هو بروتونبامب انهيبيتور اللي هو الاوميبرازول زائد ميتروميدازول او اللي هو الانالوج بتاعه ميدازول زائد الكلاريتومايسين. والتريتمنت ده او الريجيمين ده يعتبر من الحاجات اللي مشهوره جدا واللي موجوده في الماركت باسم التريتمين حتي موجود باسم هيلي كيوب، يبقى موجود ترايكلور. طبعا الترايكلور ده هو البراند بتاعه، هو اللي هو اقوى والافكاسي بتاعته والفعاليه بتاعته بتبقى احسن طبعا. طيب التركيب بتاعهم ايه؟ التلاقي كل واحد منهم بيبقى فيه اوميبرازول، بيبقى فيه كليدازول، بيبقى فيه كلاريتومايد. اوكي؟ طيب الجرعه بتاعتهم بتتاخد ازاي؟ هو الهيلي كيور الشركه بتاعتهم حاطه الثلاثه في انتركوت التابلت، فالاوميبرازول مع الكلاريتومايد مع الكليدازول حطاهم في تابلت واحد وعملاله انتركوت. في المقابل الترايكلور زي ما احنا شايفين كده في الشريط كل قرص لوحده، يعني قرص مثلا اوميبرازول كلاريتومايسين الثالث كلاريتومايسين. الجرعه بتاعتهم بتتاخد ازاي؟ التريبل ثيرابي ده عشان يدي الفيكس بتاعه، عشان يدي جود ايراديكيشن لل اتش بايلوري لازم يتاخد على الاقل مده ما تقلش عن 7 ايام عشان يدي ماكسيمم افكت من 10 ل 14 يوم. تمام؟ يبقى لو حد مثلا جالك في الصيدليه، ومعايا البريسكريبشن، دي بيبقى فيه المريض ده عنده ديزيز او مثلا اللي هو عنده اتش اي في بوستد يكون انتين تيست مثلا بوستد وعايز علاج من غير ما يروح للدكتور، في الحاله دي ممكن يديله هيلي كيور. تمام، هياخد قرص مرتين في اليوم قبل الاكل بنص ساعه لمده 14 يوم، وممكن يديله تراي كلور، بس تراي هننبهه اللي هو ياخد ثلاث أقراص من كل لون مع بعض قبل الأكل بنص ساعة لمدة 14 يوم. أوكي؟ لا، التركيز فيهم التركيز الأنتيبيوتيك أو الكلاريتومايسين مختلف، يعني في واحد 250 وواحد 500. التركيز مش واحد في الاثنين. التركيز بس الكلاريتومايسين مختلف. بس anyway يعني هو كل اللي صار اللي اتعمل اللي هو التركيز بتاع الكلاريتومايسين سواء 250 أو 500 الاثنين برضه بيعملوا فيه شنري. تمام؟ خلاص، احنا كده اتكلمنا عن الريجيمين وقلنا طبعا التريبل ثيرابي ده بيعتبر الفيرست لاين في التريتمنت، خلاص؟ طيب في حاله الاموكسيسيلين ممكن يكون بيفضل عن الكلاريتومايسين. ليه؟ لان الاموكسيسيلين الفكره بتاعه الاكتيفيتي بتاعته بتبقى اعلى من الكلاريتومايسين وبالتالي ريزيستنت، خلاص؟ ففي الحالة دي ممكن بنستخدم الأموكسيسيلين. ولكن في هنا عندنا مشكلة، الناس اللي عندها أليرجي من الأموكسيسيلين، تمام، ومشتقاته، طبعا بيبقى الأموكسيسيلين في الحالة دي بيبقى كونترا إنديكيتد ليه، وفي الحالة دي بيبقى الكلاريتومايسين
Amine, Ibu, Bromine is the drug of choice. Is the clinical drug of choice. طيب احنا برضه تاني بس هنقول how can people be used. ازاي احنا ناخد اللي هو table region اللي هو الهيلي كيور طبعا الادمنستريشن بتاعه بالكامل قبل الاكل بنص ساعة تمام، واحنا قلنا ان الاكل بيأثر على الابسوربشن بتاعه وخاصة بيأثر على الابسوربشن والكفاءة والبايو افيلابيلتي بتاعة البروتون بومب انهبيتور اللي هو الاوميبرازول تمام. تاني حاجة الديوريشن اوف ثيرابي، احنا قلنا اقل مدة 7 ايام، ولكن المدة اللي اعترف بيها واللي هي الابحاث اثبتت ان هي بتعمل احسن نتائج اللي هي من 10 ايام ل 14 يوم. سنجل اور ديفايدد دوزز، لا هو يفضل ان هم بيتاخدوا ان ديفايدد دوزز، لان برضه الابحاث اللي قالت ان هو ده الراديكيشن ريتس احسن من السنجل دوزز. طيب بروتون بامب انهبيتور، هل مثلا ممكن نستخدم اي ايجنت من البروتون بامب انهبيتور ولا ممكن يبقى فيه مشكله؟ قالوا لا ممكن احنا نستخدم اي بروتون بامب، تقريبا الافكتس بتاعتهم بتبقى الى حد كبير متشابه. طبعا على الايراديكيشن ريت بتاع التريتمنت، يعني مثلا ممكن الاوميبرازول نستبدله برابيبرازول اللي هو البارت، الاوميبرازول ده اللي هو بيبقى موجود في البيبيول، نقول بعد كده الرابيبرازول ده البارت، الاوميبرازول اللي هو النيكزيوم، البانتوبرازول اللي هو الكنترول. طيب هل البروتين ده احنا ممكن نشيله ونحط مكان ال H2 بلوكر في الليبل ريجيمال؟ قالوا ليه؟ لان ال H2 بلوكر هيقلل الرابيتيشن ريت، لان الافكاس بتاعت ال H2 بلوكر بتبقى اقل من الافكاس بتاعت البروتون بامب انهبيتور. طيب في حاجه احنا قلنا ان الريزيستنس للاموكسيسيلين تمام بتبقى اقل من الريزيستنس للاريثرومايسين. في ريجيمين جديد او في طريقه جديده هم عملوها عشان يقللوا الريزيستنس للانتبيوتيك اللي هو اسمه ايه؟ سيكونشال ثيرابي. يعني ايه سيكونشال ثيرابي؟ سيكونشال ثيرابي يعني الاول ان انا في اول 5 ايام هدي بروتون بامب انهيرت معايا اموكسيسيلين تمام، وبعد كده 5 ايام اللي بعدهم هدي بروتون بامب انهيرتور وهستبدل الاموكسيسيلين بالانتبيوتيك بس من نوع اخر اللي هو الكلاريفورمايسين والميتكونيدازول تمام. طيب ليه يا عم الحاج انت بتعمل القصه دي كلها؟ بعمل كده علشان اقلل الريزيستنس، ان انا لما استخدم 3 ديفرنت تايب انتي بايوتيك ده السستبيليتي في الميكرو اورجانيزم لكل انتي بايوتيك هتبقى مختلفه. يعني مثلا ممكن كل انتي بايوتيك بيبقى ليه ممكن يجي على كميه معينه مثلا من السترينث بتاعت الاتش فايروس، فبالتالي النت ريزلت اللي عندي اللي هو الريزيستنس بتاعت البكتيريا هتقل، والبري لودنج والبكتيريا اللود والبري اكزيستنت ريزيستنس هيقل. خلاص يبقى السيكونشال ثيرابي ده الهدف منه ان انا بستخدم كذا نوع من الانتي بايوتيك علشان اقلل التوتال ريزيستنس بتاعت البكتيريا للانتي بايوتيك. سكند لاين ثيرابي، في حاله مثلا لو انا اديت الثيرد لاين ثيرابي ده اللي هو التريبل ثيرابي وما عملش نتيجه، في الحاله دي ممكن استخدم ايه؟ في الحاله دي ممكن استخدم اللي هو الكوادرابل ثيرابي. اللي هو الكوادرابل ثيرابي بقى ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من البيزم الصاب سلسليت، احنا قلنا البيزم الصاب سلسليت ده بنستخدمه علشان بيبقى ليه انتي مايكروبيال توبيكال انتي مايكروبيال اكشن تمام. بنستخدم كمان معاه الميثونيدازول تتراسايكلين والاتش 2 ريسبتور، ولازم الديوريشن بتاع البيزنس بيز واضرب الثيرابي لازم يبقى 14 يوم. خلاص الافكاسي بتاعته، الافكاسي بتاعته بتبقى الى حد كبير مشابهه للافكاسي بتاعت التريبل ثيرابي، والماكسيمم ديوريشن بتاعته بتبقى 14 يوم. يعني لو حد مثلا لو حد ان هو يزود عن ال 14 يوم عشان يعمل انشور للكومبليت ايراديكيشن في الحاله دي مش هيبقى افكتيف، لكل الاساس كل الداتا اللي اتعملت قالت ان هو لو انت زودت عن كده مش هيعمل اي تحسن في الايراديكيت. 14 يوم enough to enough to eradicate H بايو. ممكن طب في الحاله دي احنا ممكن نستبدل ال H2
دي البروتون بامب انهبيتور. ايوه طبعا، لان احنا قلنا قبل كده ان البروتون بامب انهبيتور دي يبقى مور بروتيرابل، فالافضل ان احنا نحط ان هو مور بوتنت زان اتش 2 ريسبتور بلوكر، ممكن نستخدم اي نوع من البروتون بامب انهبيتور. لو انا عملت مش هي التري دي تريبل ثيرابي، تمام، في الحاله دي فشل، فشل لاي سبب، مثلا بسبب ان المريض ما بياخدش الدواء في ميعاده، تمام، او ان مثلا الادهيرنس بتاع الدراجز البيشنت ده ما بيبقاش كويس، ان هو مثلا بيتاخد مرتين في اليوم فممكن ينسى حاجه او يفوت حاجه، اي سبب من الاسباب يعني، او الريزيستنس او البيولوجيكال ريزيستنس. في الحاله دي نعمل ايه؟ في الحاله دي نستخدم انتي بيوتيك تاني الريزيستنس بتاعته بتبقى اقل. يعني مثلا لو كنا بنستخدم في المرن او اموكسيس نستخدم في الاريثروميسين، في المرة الثانية نستخدم اموكسيسيلين، تمام؟ لأن الريزيستنس للاموكسيسيلين بتبقى أقل. ممكن نجيب دراج اللي هو عنده الانتي ميكروبيال اكتيفيتي، اللي هم هنا قصدهم بيه السب سلسليت او بيزمس سب سكريت. خلاص الديوريشن بتاع التريتمنت لو كان مثلا جاست خد التريبل ثيرابي للمره الاولى لمده 7 ايام او لمده 10 ايام، لا في المره الثانيه الديوريشن بتاع التريتمنت يزيد لحد ما يبقى 14 يعني. في الاخر بيقول كده لو البنفلاين ايجنت اللي هو التريبل ثيرابي ده ما جابش نتيجة، في الحالة دي ممكن نستخدم السكند لاين ايجنت، والإفكتس بتاعته إلى حد كبير بتبقى مشابهة للكليمون ثيرابي، ممكن أضرب الثيرابي كسكند لاين ايجنت. طيب التريتمنت أوف إن سيز إن ديوريتيك ألسر، التريتمنت أوف إن سيز أول حاجة وأسلم حاجة إن أنا أعالج الإن سيز إن ديوريتيك ألسر، أول حاجة إن أنا أمنع الإن سيز، تمام؟ إن أنا أوقف الإن سيز. طيب لو أنا كنت بتعالج مني مثلا طب عندي مثلا الاكويد او عندي اي سبب معين، السبب ده بيتطلب ان انا امشي على ان سيز فقط، الحل يبقى ايه؟ الحل ان انا اقلل الدوز بتاعتي شويه، تمام؟ او انا ممكن استخدم بدايل زي مثلا اسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول، ده الافكت بتاعه على اليو اي تي بيبقى قليل، او ممكن مثلا استخدم البارشال سيلكتيف بروكسيتول زي مثلا الايونسيكام والبيونسيكام الحاجات دي كلها، او ممكن استخدم السيليكو فوكس تو انهبيتور زي السيليكو اوكسيد زي الانتريكو اوكسيد والفالفيكو اوكسيد، لان طبعا السيليكو فوكس تو انهبيتور زي ما احنا قلنا قبل كده الافكت على البينيفيشال بروستاجلاندين بيبقى قليل جدا، ودي اصلا بتقلل البروستاجلاندين انفولفد في الانفلاميشن، تمام؟ طيب لو هو بقى انا خلاص هستمر على الان سيز، يبقى في الحاله دي اعمل كول ثيرابي بروتون بامب انهبيتور اتش 2 ريسبتور بلوكر، تمام؟ ممكن اعمل كول ثيرابي مع الميزوبوستول. الميزوبوستول ده ايه؟ الميزوبوستول ده الفا جلاندين ايجنت اللي هو بيزود السكريشن بتاع الميوكوس وبيقلل الاتش سي ال سكريشن، تمام؟ وهو من الدراجز اللي بتبقى preferable في التريتمنت اوف ان سيز انديوز ديبتيك ألسر. ليه؟ علشان بيعكس الافكت بتاع ان سيز، ان سيز الميوكوس سكريشن بيقلل البروستاجلاندين، وده الميوكوس بيكون بيبقى انالوج من البروستاجلاندين، فانا بديه من بره فبيعكس الافكت بتاعت الان سيز كلها. طيب يبقى الان سيز دي بتبقى ان كومبينيشن مع الاتش بايلوري، يبقى في الحاله دي حد إيراديكيشن تريتمنت، بس الإيراديكيشن ده لازم يبقى فيه بروتون بامب انهبيتور. طيب السؤال هنا بقى، احنا قلنا أول حاجة إن هو ليه احنا بنحط الأنتي سكريتوري دراج إن كومبينيشن مع الأنتي بايوتيك في إيراديكيشن أوف اتش بايلوري. اوكي، السؤال الثاني هنا، في حالة الإيد انديوز بيكتيك ألفا، ليه البروتون بامب انهبيتور ده بنعتبرهم بريفيرابل دراج او بيبقوا مفضلين عن ال H2 ريسبتور بلوكر؟ هما طبعا الميزو بوستول. خلاص ليه البروتون بامب انهبيتور في حاله ال NSAIDs بيبقى احسن من ال H2 بلوكر؟ حد عارف ليه ان البروتون بامب احسن مو بريفيرابل؟ بالظبط كده،
زي ما محمد بيقول اللي هو البروتون بامب انهبيتور ده بيبقى مور بوتن. ليه؟ لان البروتون بامب انهبيتور ده بيعمل انهبيشن للبروتون بامب اللي احنا زي لو احنا فاكرين اول الليكشر خالص قلنا اللي كل فرع الهستامين او الجاسترين او الاسبايل كولين كل ده بيزود الاتش وفي الاخر خالص بيبقى ميديتد او بيبقى عن طريق اللي هو بيعمل اكتيفيشن للبامب. فالبروتون بامب انهبيتور ده بيبقى اكتر حاجه مور بوتن اقوى حاجه فيه لان بيقلل البيزل اتش سي ال وبيقلل الاستيميليت يعني بيقلل اتش سي ال اللي بيطلع بكميات معينه طول الوقت تمام وبيقلل برضه الاستيميليت اللي هو بيطلع اثناء الايتنج تمام. ثاني حاجه اللي هو بيزود الريليف بتاع السمت يعني البين بيقلل بيزود الريليف بتاع البين خلاص وبيدينا فاستر ريليف بالاضافه طبعا اللي هو مور بوتن. دراج البروتوكول طبعا يعني ممكن الناس تبقى تقراه لو هي حابه يعني هو ده بيشرح لك بالظبط ان انا لو من الاول لو انا مثلا في دايجنوزس او حاجه للدراج للاتش بايلوري او سواء للجاستريك السر او الجينر السر استخدمها ايه الخطوات اللي انا بعملها عشان اعالجها يعني طلعت مثلا عملت تيست وطلع بوزيتيف او طلع نيجاتيف انا احنا كده بس ايه عايزين نخلي اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده بقى هنتكلم شويه عن الفارماكولوجي بتاع الانتي اوسر ايجنت سواء البوتون بامب انهبيتور او سواء الاتش 2 ريسبتور بلوكر او سواء الحاجات اللي بتزود الهيلينج اوف الالسر زي الميزل فول والسكر الفيت او الايبان باني اللي هو موجود في الميكوست تمام. او الانتي اسيد بريبريشن اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي البروتون بامب انهبيتور. طيب البروتون بامب انهبيتورز دي في منها ايجنت كتير ايه هي؟ اول حاجه الاوميكرازول. الاوميكرازول ده يعتبر اول فيهم او البروتوتايب بيسموه البروتوتايب اوف ذيس فاميلي. الاوميكرازول ده بيبقى موجود في الماركت باسم لوزيك بتاع البراند بتاعه او البيبيول او الرايس تمام. الناس اللي واقفه في الصيدليات واشتغلت عارفه طبعا الحاجات دي. تاني حاجه او تاني ايجنت اللي هو الايزوميكازول. الايزوميكازول ده بيعتبر الاس ايزومر من الاوميكازول. الايزوميكازول البراند بتاعه اللي هو النيفسيان تمام. موجود برضه الايزوجاست والايزومبيكس. تالت ايجنت هنا اللي هو اللانتوبرازول. اللانتوبرازول ده موجود في اللانزول. رابع حاجة اللي هو البيكس لانفوبرازول اللي هو الكابي بيكس البراند بتاعه ده انا مشفتوش بصراحة في الصيدليات معرفش بقى نزل جديد في الفترة الأخيرة ولا لا. حد شافه قبل كده البيكس لانفوبرازول. خامس حاجة اللي هو الرابيبرازول. الرابيبرازول ده بيبقى موجود في البراند بتاعه في البرد أو موجود في الزبرة. اوكي. سادس حاجه اللي هو البنتوبرازول وطبعا ده اللي هو المشهور جدا اللي هو الكونترولوك خلاص وده بيبقى موجود برضه في البنتازول في البروتوكيس بس اشهر واحد فيهم بتاع البنت. طبعا معظم البروتين بامب انهبيتور منها تركيزين بيبقى في منها 20 ملي جرام يعني في نيكزام 20 في كونترولوك 20 وفي دبول 20 وفي بيبرا 20 تمام بيبقى فيه 40 ملي جرام خلاص. طيب الدوز بتاعك بتتاخد ازاي؟ ممكن اوبس او اوبسين مرتين في اليوم بس بيتاخد قبل الفطار او قبل العشاء بنص ساعة. طيب ليه بيتاخد قبل الاكل؟ لان الاكل بيأثر على ان الفول طبعا بيعمل ستيميليشن ال اتش سي ال والدراجز دي بتبقى بلو دراج خلاص. فال اتش سي ال ده ممكن يأثر على البايو افيلابيلتي بتاعتها عشان كده يفضل هو يتاخد قبل الاكل بنص ساعه. ده بالنسبه للبروتون بامب. طبعا ممكن يتاخد مره في اليوم سواء تركيز 20 او سواء تركيز 40 ملي جرام. طبعا بالنسبه للنازول ده بيبقى موجود في تركيز 15 و 30 ملي جرام هو تقريبا الوحيد الشاذ عنهم يعني. بيستخدم طبعا في حاجات كتيره. بيستخدم بروتون بامب انهيرت طبعا بنستخدمه في الالسر بنستخدمه في الجسم الاوكسيدوكس ديزيز بنستخدمه في السندروم اللي هو نوع من الجاست بتبقى موجوده. طيب الميكانيزم اوف اكشن برضه بنرجع تاني زي ما احنا شايفين هنا ان البروتون بامب انهبيتور تمام ده بيعمل انهبيشن
بيكون كوفالنت بوند مع الـ SH جروب بتاعة الإنزيم اللي هو الهيدروجين بوتاسيوم أكسيديز، فنتيجة لكده اللي بتتكون بتعمل إنهبيشن للإنزيم، فلما أعمل إنهبيشن للإنزيم هقلل خروج البروتون أو الهيدروجين من داخل الجسد اليومن، فبالتالي مش هيتحد مع الـ HCl ومش هيتحد مع الكلورايد، فبالتالي مش هيكون الـ HCl. طبعا ميزه البروتون بامب انهبيتور عن الـ HCl بلوكر اللي هو بيعمل ريشن لجميع انواع الـ HCl الموجوده، وايا كان سببها، سواء كان سببها الجاسترين او سواء كان سببها هيدين او سواء كان سببها البروتون مساتيك اكتيفيشن اوف اسيتايل كولين، لان هو بيعمل الفاينل ستيل لانه بيمنع الفاينل ستيل في الفورميشن اوف HCl. تمام. وطبعا بيبقى ليه ميزه اللي زي ما قلت لكم اللي هو بيقلل البيزل وبيقلل الفود استيميوليتد HCl سيكويشن. ايه الامبورتنت نيوز بتاعته؟ ان هو بيبقى محطوط في الانتر كوتد فورم، يعني معظم الدراجز تبقى موجوده في الصيدليه هتلاقيها مثلا محطوطه في الانتر كوتد، سواء كان انتر كوتد تابلت او انتر كوتد جرانيول او انتر كوتد جيلاتين كبسول، او انت او مثلا حتى بيبقى محطوط معايا صوديوم فيه، بس الفورميوليشن دي مش موجوده في مصر، موجوده بره، هي معمول مع الصوديوم بيكربونيت. ليه؟ عشان زي ما احنا قلنا ان ال HCl بيقلل البايو افيلابيلتي بتاعه الدراج، او بيمنع الاكتيفيشن بتاع القصه كبيره كده، بس هو في الاخر اللي هو ممكن يقلل البايو افيلابيلتي ويمنع الاكتيفيشن بتاع الدراج. العايزه دي ممكن ابقى اشرحها له بعدين. تمام. طيب ده بيتاخد ايه؟ ممكن يتاخد انتروبينوس، ممكن يتاخد انترامسكولا، بس هو بيتاخد انتروبينوس في حالات جدا، زي في حالات مثلا جسر اتجاه ريفلكس ديز، او استخدم حتى في حالات لينجر بيرسون سيندروم، يجيب في تركيز يتراوح من 160 لايفن بيوصل لحتى 240. والحاجتين اللي بتاخده انتروبينوس من البروتون بامب انهبيتور اللي هو البنتوبرازول، تمام، اللي هي الكونتروليكتوفايل والنيكسيام فايل. طبعا الفود بيقلل ارتفاع الابسوربشن بتاعه، عشان كده لازم يتاخد قبل الاكل نص ساعه. اي كونكومنتنت فيوز، اي استخدام مع اي ايجنت تاني بيقلل ال HCl سكريشن، زي ال H2 ريسبتور بيقلل الافكتفنس بتاع البروتون بامب انهبيتور، ولكن ده بيبقى كيميكالي نون سيجنفيكنت، بيبقى بيقلله ولكن بكميه قليله جدا. تمام. البروتون بامب انهبيتور دول الميتابوليزم بتاعهم بيحصل عن طريق الليفر، تمام، وبيحصل بالسيتوكروم انزيم بنسميه ليفر مايكروزوم انزيم سيتوكروم دي 45. طيب عشان كده ده ممكن يعمل انتر اكشن مع كتير جدا من الدراجز اللي بيحصل لها الميتابوليزم بسيم مايكروزوم انزيم. يبقى اذا الدراج اللي بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، الكليرنس بتاعه في الليفر، في حاله يبقى البروتون بامب انهبيتور الليفر ديسيز، تمام، لازم نعمل دوز ادلت، يعني لازم نقلل الدوز بتاعه البروتون بامب انهبيتور. ولكن في حاله الكيدني ديسيز مش محتاجين الدوز ادجست من كده. ليه؟ لان فيري سمول امنون من الدراج بيحصل لها الينانيشن عن طريق الكيدني. طيب السايد افكتس بتاعه البروتون بامب انهبيتور، طبعا هو ملوش سايد افكتس خطيره، ولكن معظم السايد افكتس بتاعته بتبقى قليله جدا، زي النوزيا، الميوبثي، الميوبثي اللي هو البين او اعتلال في الفلاتولنس، سكين راشز از هيدي، مثل الابدومينال بين، ممكن يعمل ضيارية، ممكن يعمل كونستبيشن لسبب مش معروف، يعمل جي اي تي ضيارية او كونستبيشن. طيب نيجي بقى على الدراج انتر اكشن، دي من الحاجات المهمه جدا. اول دراج احنا قلنا طبعا في البدايه ان البروتون بامب انهبيتور الميتابوليزم بتاعهم بيحصل عن طريق الليفر، عن طريق الليفر مايكروزوم الانزيم سايتوكروم دي 4. اذا اي دراج اكشن هيحصل لازم نتوقع كده ان هو هيبقى ريتد مينلي عن طريق الليفر مايكروزوم الانزيم دي 450 سيستم. اوكي. اول انتر اكشن عندنا هنا اللي هو الاوميكرازول، ده ممكن يتفاعل مع الدايسلفرام والفينيكوين. ازاي؟ الدايسلفرام والفينيكوين ده بيحصل لهم ميتابوليز للسيتوكروم دي 450 اللي هو 2C19. تمام. الاوميبرازول بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للانزيم ده،
فلما انهبش الانزيم ده هقلل الميتابوليزم بتاع البايسال كلام للانفينيتين، فلما هقلل الميتابوليزم بتاعه هزود هقلل وهزود السيرم ليفر دي، وممكن في الحاله دي توصل للتوكسيس. تمام. تاني حاجه دي من ضمن ده يعتبر يعني اهم انتراكشن بيحصل ما بين الاوميكروزوم والايزوميكروزوم اللي هو ما بين الفيبرول والليزوس او النيكسيوم وما بين الكوكتيلوبريل البلابيت. تمام. يعني لو انت جايلك وشتة في الصيدليه ومكتوب فيها بلابيت مع حاجه فيها ازول او حاجه فيها ايزوميكروزوم مع نيكسيوم مثلا او مع ليزوس او مع رايسيك او مع بيكسول او مع الايزوبار او مع الايزوبار او ايزون بيكس، في الحاله دي كلها لازم انت على طول تكلم الدكتور بتاعه وتتناقش معاه في النقطه دي اللي هي ايه بقى الانتر اكشن. هو مبدئيا كده البرو دراج اللي ده برو دراج. يعني ايه برو دراج؟ صوره النشط ازاي بالظبط؟ يعني البرو دراج ده الدراج في حد ذاته، البرو دراج ده الدراج في حد ذاته بيبقى inactive. تمام. لازم يحصل له ميتابوليزم في نوع معين من السيتوكينيك انزيم عشان يحصل له اكتيفيشن ويتحول للاكتيف فورم. تمام. طيب الكلوبيدوبريل ده من ضمن الادويه اللي الكلوبيدوبريل خلاص اللي هو بيبقى موجود في الاكتيف فورم. لو نتوقع كده لو الكلوبيدوبريل ده، تمام ركزوا معايا بقى في النقطه دي، لو الكلوبيدوبريل ده اللي هو البلاك هناخد معاه اوميبرازول. تمام. الاوميبرازول ده بيعمل انهبيشن للسايتوكروم انزيم مسؤول عن الميتابوليز بتاع الكريم. يبقى في الحاله دي الاوميبرازول هيقل بتاع الكلوبيدوبريل ولا هيزوده؟ بالظبط هو زي ما زميلتي بيقول كده ان هو هيقلل الايفكت بتاعه لان هو هيخليه زي ما هو برودر. تمام. يبقى في الحاله دي الاوميبرازول او الايزوميبرازول مع الكلوبيدوبريل مع بعض هيقلل الكونفرجن بتاع الكلوبيدوبريل للاكتيف فورم بتاعه، وبالتالي هيقلل الافكاس والانتي كوجولانت اكتيفيتي بتاعت الكلوبيدوبريل. عشان كده ده لو حد كارديفاسكولار ديسيز بياخد كلوبيدوبريل وبياخد معاه ده ممكن يزود الريسك اوف ثرومبو امبوليزم لو هو ما عملش دوز ادجستمنت. خلاص يبقى الحل ايه؟ وعشان دي احنا نحلها يا اما نعمل دوز ادجستمنت او احنا نستخدم البروتون بامب انهبيتور غير الاوميبرازول او الايزوميبرازول، يعني وخاصه البانتوبرازول. البانتوبرازول ما بيأثرش، البانتوبرازول ما بيأثرش على كروم بي سيتوكروم 2C19. في واحد بقى بيقول هو الميديكال ريب النقطة دي طبعا ما بيقولهاش أو بيقلل من أهميتها يعني ولا إيه؟ تمام كده. يبقى الانتر اكشن ده از فيري فيري امبورتنت انتر اكشن. في برضه انتر اكشن آخر، يعني في انتر اكشن تاني اللي هو الأوميبرازول والتاكرين. الأوميبرازول بيتفاعل مع التاكرين، التاكرين ده اللي هو الأستاذ ستريز اندر وكانوا بيستخدموه زمان ان تريتمنت اوف الزهايمر. عارفين الزهايمر ده بيتعالج ازاي؟ الزهايمر ديسيز البوكس بتاعته تبقى ازاي؟ حد عارف؟ هو الزهايمر ديسيز البوكس بتاعته لقوا ان كونسنتريشن او الليفل بتاع الاسبايل كولين بيبقى قليل. تمام؟ فنتيجه كده التريتمنت استراتيجيز كل الاستراتيجيز اللي طالعه دلوقتي اللي هي الليفل بتاع الاسبايل كولين، ولكن بتزوده سنترال عن طريق بيشتغل سنترال. يساويه ازاي بقى؟ عن طريق ان هم بيستخدموا حاجه اسمها اسيتايل كولين انهبيتور. اسيتايل كولين ستريس ده انزيم مسؤول عن الميتابوليزم بتاع الاسيتايل كولين ستريس انهبيتور. ده بيعمل ايه؟ بيوقف الاسيتايل كولين ستريس، فبالتالي هيقلل الميتابوليزم بتاع، بالتالي الكونسنتريشن بتاع الاسيتايل كولين برين هيزيد. لما يزيد الكونسنتريشن بتاع الاسيتايل كولين هيعمل شوية ريليف للسيمبتومز بتاعة الزهايمر ديزيز. طيب في أربعة ايجنتس كانوا بيستخدموا ان تريتمنت اوف الزهايمر ديزيز.
التاكرين طبعا كلهم استايل كلهم ستريس انهبيتور. التاكرين ده طبعا اتمنع لانه كان بيعمل هيباتوتوكسيستي اللي هو موجود في الاريسيت والبنزيل والبنهايمر في وفي الجالانتامين اللي موجود في الريمينين 4.8 مللي جرام تمام، وفي البنزيل والجالانتامين والتاكرين وريباستجمين. الريباستجمين اللي هو موجود في فاكسين تقريبا مش فاكر الاسم بايه. ماشي، بعد كده الانتراكشن اللي هو الكرونيك، في انتراكشن رابع اللي هو الكرونيك ادمنستريشن اوف اوميبرازول للابسوربشن اوف فيتامين بي 12. عشان كده لو حد هياخد الاوميبرازول دي لفتره طويله يفضل ان هو ياخد معاه فيتامين بي 12. تمام، اللوز اوف جاستريك اسيديتي يعني لما احنا نقلل ال اتش سي ال او بنزود في البي اتش ده ممكن يزود ريسك اوف انفكشن تمام، او بيقلل البايو بيزود ريسك اوف انفكشن خاصه الكوليستيريوم ديبسيريز اوكي، او بيقلل البايو افيلابيلتي بتاع السم دراج اللي هي بتحتاج الاسيد ميديم عشان يخليها ارتوش، او عشان مثلا زي السلطانسيلين اللي هو موجود في الاستر فورم اللي هو الاندسيلين والسلبكتان، او الكيتوكوكازول اللي هو الانتي فانجل ايجنت اللي كان بيستخدم زمان ولكن دلوقتي توقف عشان بيعمل هيباتوتوكسيس. تاني حاجة هنتكلم عنها من الانتي اولسر ايجنت اللي هو الاتش 2 ريسبتور انتاجونست. الاتش 2 ريسبتور انتاجونست ده اللي هو في منه السايميتيدين تمام، وده موجود البراند بتاعه اللي هو التاجانيت، وده مش موجود في مصر. في الرانيتيدين ده طبعا المشهور جدا اللي هو الزنتاك الموجود في الرمل، في موجود في الكتاب، موجود في الرانيتيدين بايونيل. تالت حاجة الميزاتيدين وده موجود في الانتوكينين. رابع حاجة اللي هو الفاموتينين اللي هو بيبقى في الانتوكينين از براند نيم، بيبقى موجود في التاموتاك، بيبقى موجود في التاموتين. اوكي، مشكلة ال H2 ريسبتور بلوكر عن البروتون بامب اللي هو بيبقى ليه سبوت انتزان البروتون بامب انهبيتور طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب الميكانيزم بتاع ال H2 ريسبتور زي ما احنا قلنا طبعا ان الهستامين بيطلع من انتيرو كرومات اللايت سيلز، بيعمل اكتيفيشن للسايكل تي ام بي. لما بيزيد السايكل تي ام بي ده بيعمل اكتيفيشن للبروتين كينيز، او بيعمل فوسفوريليشن واكتيفيشن للبروتين كينيز. لما البروتين كينيز بيعمل اكتيفيشن للانزيم اللي هو الهيدروجين بوتاسيتيز، فبالتالي بيطلع الهيدروجين سينز الثالث عشان يتحد مع كلويد ويكون الاتش سي. تمام، طيب الانتي هيستامينيك اتش 2 ريسبتور بلوكر بيعمل ايه؟ ده بيعمل بلوكينج للهستامين ريسبتورز في الجاستريك بارايتال سيلز تمام، فبالتالي هيقلل ال HCL سيكريشن ولكن النسبه بتاعته بتوصل تقريبا ل 70% في المقابل بروتون بامب انهبيتور نسبته بتوصل من 35 ل 95%. طبعا الكينيتكس بتاعته الانتاسيد بيقلل الابسوربشن بتاعه ولكن الايفكت بتاعه ده بيبقى كلينيكال ان امبورتنت. ده بقى مختلف وعكس البروتون بامب انهبيتور. في ايه؟ بروتون بامب انهبيتور كان بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، وبالتالي في حاله الليفر ديزيز كان لازم نعمل دور تصلب. خلاص، في المقابل اتش 2 ريسبتور بلوكر ده بيحصل له اكسكريشن في الكيدني تمام، يبقى اذا في حاله الكيدني ديزيز بنحتاج دور ادجستمنت، او في حاله الديزيز في الكرياتينين كبيرا يحتاج دوز ادجستمنت. خلاص، ولكن في حاله الليفر ديزيز ما بنحتاجش دوز ادجستمنت. عايز اسال سؤال كده عشان اشوف الناس صح معايا ولا لا. دلوقتي لو حد عن كيدني ديزيز يستخدم له بروتون بامب انهبيتور ولا نستخدم له اتش 2 ريسبتور بلوكر؟ عنده سيفير كيدني ديزيز ونحتاج ضروري جدا انتي سيكريتوري دراج، نستخدم له بروتون بامب انهبيتور ولا نستخدم اتش 2 ريسبتور بلوكر؟ ها بالظبط، هنستخدم البروتون بامب انهبيتور، لان البروتون بامب انهبيتور ده عن طريق الليفر ما بيحصلوش ميتابوليزم عن طريق الكيدني، فبالتالي
هيبقى سيف في حالة الكيدني ديزيز. اوكي، سايد افكتس بتاعت الدراج طبعا برضه سايد افكتس بتاعت بتبقى قليلة جدا ما عدا السايميتيدين، ده بي هاي انسيدنت اوف تايدي. وهنقول سايد افكتس ان جنرال بيعمل مسكيراتين، بيعمل نيزل، بيعمل وما يفضل بيعمل نيزل اند فاتيك، بيعمل مسكيراتين وبيحصل لهم سكريشن البريست ميلك، فبالتالي اللي هم ما يفتحوش في حالة اللاكتيشن يفضل. تمام، اما في حالة البريجنسي فما فيش اي انيمال استادي قالت اللي هو ممكن يعمل تراكي جنسي، فممكن في الحالة دي ناخدهم في حالة البريجنسي ولكن في حالة الضرورة القصوى فقط. اما السايميكتين بقى فهو ده بيبقى ليه هاي انسيدنس بروفايل افكت. ليه؟ لان ده بيعمل ثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسايتوبينيا دي معناها ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا دي معناها ديكريس في البليتلت كاونت. تمام، السايميتيدين برضه بيعمل جلاكتوريا في الكينين، بلس جلاكتوريا اللي هو السكريشن بتاع الميل بيزيد من الكريس، وبيعمل في الكينين زي نيوتن واسكا اللي هو اللانت من الكريس بيقلل السبيرم كاونت، بيعمل امبريو. طيب ليه هو بيعمل سايد افكتس دي؟ ابتدي الاول في الميل بيعمل زي نيوتن واسكا بيقلل السبيرم كاونت، بيعمل امبوتنس لان بيقلل البوينت بتاع التستوستيرون للريسك بتاعته. تمام، فبالتالي بيقلل الافكت بتاع التستوستيرون اللي احنا طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو هرمون الذكوره. فنتيجه لكده هيبدا يحصل بقى ايه؟ هيبدا يحصل انلارجمنت اوف بريست، هيبدا يقل السبيرم كاونت وممكن يعمل امبوتنس في المين. خلاص، في حاله يعمل جلاكتوريا يعني بيقلل الميتابوليزم بتاع الاستروجين عن طريق اللي هو بيعمل انهبيشن وهم بيكو فيستي انزايم. طبعا دلوقتي السايميتيدين ما بيقاش يستخدم، مش موجود يعني اصلا في المرض. الحمد لله عشان السايد افكتس بتاعت دي متعرفش. طبعا الدراج انتر اكشن في اتش 2 ريسبت بلوكر دي بتبقى واضحه جدا مع السايميتيدين. خلاص، في حاله بقى الايجنت اللي بتقلل الاتش اس ال سكريشن طبعا زي دي بتقلل البايو ريت، بتقلل الاكسبريشن بتاع الاتش 4 كله. يعني لو عندنا مشكله فيها بروتون بامب ان هي فيها الاتش 2 ريسبت بلوكر، البروتون بامب ان هي هيقلل الاكسبريشن البايو افيلابيلتي بتاعه الاتش 2 كله. تمام، ففي الحاله دي يفضل ان احنا نستخدم واحد فقط من الانتي سكريتوري بامب وما نجمعش الاثنين مع بعض. اوكي، طبعا السايميتيدين اللي هو الليفر مكروزوم الانزيم انهبيتور ده يعتبر اشهر واحد عندنا بيعمل انهبيتور الليفر مكروزوم الانزيم، هيقلل المتابع بتاع الدراج وممكن يزود السيرم ليفل بتاع الاكتف دراج. الاكتفين طبعا الافكت بتاعه على الليفر مكروزوم الانزيم بيبقى 10% تقريبا. الايزاتيدين والفينيدين ملهمش اي افكت على الليفر مكروزوم الانزيم. في برضه انتر اكشن مهم اللي هو اتش 2 ريسبت انتاج الاصطناع الكهول، ده بيزود السيروم الكهول ليفل وممكن بعد كده يعمل ميوتوزال دامج. ثالث حاجه عندنا اللي هو النيزو دوستول، دول ده اللي هو الانالوج اوف بروستاجلاندين النيزو دي نيزو دوستول، دول ده الميكانيزم اوف اكشن ده باي اللي على الـ ED3 ريسبتور اللي بتبقى موجودة في جسد الرايتال سيل، فنتيجة لكده هيقلل السايكل في ان دي وهيقلل الـ HCL سكريشن بروستاجلاندين جلاندين انالوج اللي هو الميثادون بيقلل الـ HCL سكريشن. تمام، تاني حاجة الميثادون بيضخ بتاع السكريشن بتاع بايكربونيت، علشان كده بيبقى ليه سايكل بروتكتيف ايجنت. النيزو بروتكتيف في السوق باسم نيزو تاك او سايكوتيك. تمام، وبرده ليه افكت تاني اللي هم معظم في ناس كتيره جدا ستات كتيره جدا بيستخدموه عشان يعملوا ابورشن. ليه؟ لان هو بيعمل كونتراكشن في البروستاجلاندين اللي موجوده في اليوترس، فنتيجه لكده هيؤدي الى الابورشن. اوكي، طبعا دلوقتي ما بقاش بياخد في صيدليات معينه، مش كل الصيدليات ولكن المستشفيات بس. سايد افكتس اند بريكوشنز اوف يوزبل، بيعمل هيدك، بيعمل دايريا واند ابدونيال كرام،
كان بيعمل انفلاماتري باول سيندروم، انفلاماتري باول ديسيز، عشان كده كونترا انديكيتد في انفلاماتري باول ديسيز اللي هي الانسيره الكولايت ديسيز، تمام، انديكيتد في البريجنسي لان هو بيعمل ابورشن. بيستخدموه على فكره، بيعمل ابورشن كانوا بيستخدموه من ممكن يستخدم مع الميتيبستون. الميتيبستون ده اللي هو الانتي بروجستيرون، عارفين طبعا اللي هو البروجستيرون بيعمل ايه في بيسموه هرمون اوف بريجنسي. حد عارف البروجستيرون بيسمى هرمون اوف بريجنسي ليه؟ البروجستيرون بيسمى هرمون اوف بريجنسي لثلاث حاجات مشهوره جدا، تمام. اول حاجه اللي هو بيقلل الكونتراكتايل افكت بتاع الاستروجين على يعني بيقلل الكونتراكشن بتاع اليوترس. تاني حاجه اللي هو بيزود اليوتراين بلاد فلو، تمام. وثالث حاجه اللي هو بيزود السيرفيكال سكريشن في اليوترس، بيزود الميوكس سكريشن، كنتيجه كده بيساعد على الامبلانتيشن بتاع الجنين في الاندوميتريوم، تمام. عشان كده البروجستيرون بيسمى هرمون اوف بريجنسي، ممكن يستخدم بسرعات عاليه جدا في البريجنس، حتى حالات في مثلا فاجينال سبوبيت او في حقن بتستخدم في الصيدليه زي السايكولوجيست وزي الكونتوجيست، دي بيبقى فيها بروجستيرون. وكان زمان في بروجستان وفي بوتاستون، الحاجات دي كلها فيها بروجستيرون او بروجستيرون انالوج بتستخدم فور مينتنس اوف بريجنس، اوكي. طبعا الجرعه بتاعته ان هو بيبقى 200 ميكروجرام اربع مرات في 400 ميكروجرام مرتين في اليوم، دي بالنسبه للدكتور. طيب الميزوبروفول ده اف بي ابروف تو بريفنت اني سيف انديوز ميوكوزال انجري، حد يعرف يقول لنا ليه؟ طبعا الميزوبروفول في جلاندن انالوج ده بيزود الشن بتاع الدوس جلاندن، بيزود الميوكوس مايكر دونيت سكريشن اللي هي الاني سيف اللي كانت بتحصل، اوكي. ده بالنسبه للميزوبروفول. رابع حاجة السكرال هيت، السكرال هيت ده برضه من ضمن الحاجات اللي هي السايتوبروتكتيف ايجنت، تمام، اللي هو موجود في الماركت بيس جاستروفيت. السكرال هيت ده زي ما احنا شايفين الاشتراك سريعة، ده بيتكون من حاجة اسمها اوكتا سلفيت، يعني بيتكون من اثنين سكروز مولكيول ومعاهم ثمانية مولكيول جنين السلفيت، معاهم ثمانية سلفيت جنين. خلاص ميكانيزم اوف اكشن ايه؟ قصة السكرال هيت ده بيشتغل ازاي؟ سكر الفيدة في الأسيد ميديم خلاص اللي هي الـ pH أقل من 4 بيبدأ يحصل له بوليمرايزيشن وبيكون كروستلز، يعني كل 2 مولكيولز مع بعض يبدأوا يتحدوا مع 2 مولكيولز تانيين عشان يعمل كروس لينكينج زي ما احنا شايفين في الصورة من تحت في الآخر خالص، تمام. الكروس لينكينج اللي بيتكون ده بيكون بيس، البيس دي بتبقى عاملة زي طبقة من المعجون، الطبقة بتاعت المعجون دي بتروح على الأوثر بتعمل لها كوتنج، فلما تعمل لها كوتنج هتحمي الأوثر من الدستركشن والبيبسين والـ HCA والأذر بروتيليتيك إنزايم، تمام. طيب الإنتر أكشنز، الفود دي بتقلل الأكتيفيشن بتاع الدراج، عشان كده الجاستروفيت ده لازم يتاخد على إنتر ستومك ويفضل قبل الأكل بسرعة، تمام. الانتاسيد بتقلل برضه الاكتيفيشن بتاع الدراج، علشان كده السكر فيه لازم يتاخد على الاقل قبل الاكل بساعه، قبل الانتاسيد بساعه او بساعتين، يفضل بساعتين، ماشي. انتر اكشن مع الكيميكوين الدايوكسين سايميتيدين كيتوكونازول كلوروكينولون، الكيميكوين ده طبعا انتي ابليبتيك دراجز، الدايوكسين ده كارديوكونيك سايميتيدين زي ما احنا عارفينه، الكيتوكونازول انتي فانجل، والكلوروكينولون ده كلوروكينولون انتي بايوتيك اللي هو السيبروفلوكتاسين والليفوفلوكتاسين والفينيفلوكتاسين، الحاجات دي كلها. المهم يعني سكر فيت لانه بيكون كوت او بيكون فيسكس لير من الجيلاتين، تمام، فدي بتقلل الابزوربشن بتاعه ميني دراجز من ضمنها دراجز اللي هو الكيتوكوين والكيتوكوين. دي متغلب عليها ازاي؟ اللي احنا على الاقل ناخد الدراجز دي قبل ما ناخد السكر فيد بساعتين على الاقل، اوكي. سايد افكتس بتاع الجاستروفيد بيعمل كونستيبيشن، تمام، بيعمل رينال فيلير نتيجه ان هو بيبقى فيه، بيعمل رينال فيلير نتيجه ان هو زي ما احنا شايفين في الاستراكشر بيبقى فيه الومنيوم، فالالومنيوم ده لما يحصل له اكيميليشن ممكن يؤدي الى رينال فيلير،
تمام. وطبعا كونترا انديكيتد مع اي الومنيوم كونتيننج انتاسيد ليه؟ لان هو بيزود الريسك رينال فيلر وبيزود الفيتنسي بتاعه الالومنيوم. البيزنس بريباريشن طبعا اللي هي البيزنس سبسنس ليه والسبس كريت ودي بيبقى ليها كيميكال انتي مايكروبيال اكتيفيتي ولوكال جاستر بروتكتيف افكت كمان بتزود الريليز بتاع الاندوجينس والتجمع.